يا فندم انت عصبي معايا قوي، يعني اديني فرصه تتخطاني تروح تقابل السيد مساعد وزير الداخليه؟ بتورطني فيك؟ اسمع بقى المهمه اللي انت متمسك بيها وريني هتعملها ازاي. اقوم امشي يا فندم؟ يا ريت والله، شكلك كارهني. والله يا ريت تمشي، انت لو فتحت قلبي دلوقتي تلاقي نفسك ماشي. يا ده حلم حياتي ان انا اعمل ايه بتورط فيك. جامعة دي اسمها جامعة الصفا الدولية، في عيال في الجامعة دي متورطين في شراء مخدرات من بره، الوسيلة اللي بيجيبوا بيها المخدرات لسه لغاية دلوقتي احنا ما نعرفهاش. هدف المهمة يا أستاذ بسيوني الدخول بسرعة وسط الشلة بتاعت العيال دي. طارق الكرمي الشهير بطارق مانشستر، ده عامل لي فيها زعيم الشلة. وبايظ أبوهم وعايشين في الخليج بس بيصرفوا عليه ببذخ. دي بقى يا سيدي مايا عبد الحميد، أبوها راجل أعمال كبير بس بنت غريبة، غريبة وتصرفاتها أغرب منها. ده بقى حمزة عبد الحق الشهير بحمزة مارتن، مطرب فاشل بس عامل فرقة وبيغني فيها. إنجي صلاح السهلي، دي أهم واحدة في الشلة، حفلات العيال دايماً في بيتها هي. العيال دي بقى علشان تعرف سرهم وعلشان يحسوا بالأمان من ناحيتك لازم يحسوا إن أنت الزعيم عليهم، والزعامة دي ما تجيش إلا من قلب أسد. قلبك هيبقى أسد؟ شوف يا فندم والله أنت لسه ما شفت قلبتي. هتبقى قلب أسد؟ هفاجئك. يا ريت تفاجئني يا بسيوني. أنت خدت كل المعلومات، وريني بقى هتستعد للمهمة دي إزاي. انت مرفوض من 3 جامعات حكومية بسبب سلوكك السيء. يا راجل انا ما عنديش التسيب اللي موجود في الجامعات الحكومية، انا عندي انضباط، عندي التزام، مستوى تعليمي رفيع. ما عندكش تاسة يا فندم. اخرس ملعون ابو مجانية التعليم اللي بوظتكم. يا فندم انا كنت عايز اقول لحضرتك ما تقولش اي حاجة، الاولاد بتيجي عندي هنا عشان تتربى وتتعلم. انا فاهم يا فندم. ما انتش فاهم حاجة ابدا، اتفضل يلا على المدرجة. فاهم؟ فاهم يا فندم، وان شاء الله ان شاء الله هكون عند زمن حصن حضرتك. ايه بخ طز حضرتك. ايه المدرج منين يا فندم؟ هنا اهو. شكرا. هنتكلم في المحاضره النهارده عن خصائص الموارد الاقتصاديه. اولا بعد اذنك يا دكتور، انا ما حدش يخش لي المحاضره متاخر بعديه. اتفضل بره. اذنك يا دكتور. اتفضل بره. اولا الندره النسبيه، وهنتكلم عن الندره النسبيه. زي ما حضراتكم شايفين الندرة النسبية. ايه ده؟ انت يا اخينا
انت داخل زريبة؟ لا خيالك، قوم فز وانت بتكلمني. اسمك ايه يالا؟ بسيون. نعم؟ بسيون يا عبد السلام بسيون. ايه؟ حد عنده اعتراض على الاسم؟ انت جيت لنا من انهي مصيبة؟ من ثلاثة يا فندم. نعم يا اخويا؟ قصدي ثلاث مصايب يا فندم، جامعة القاهرة، جامعة اسكندرية، وجامعة جنوب الوادي. ما شاء الله، اترفدت من ثلاث جامعات، دي حاجة تشرف والله. واترفدت ليه من ثلاث جامعات؟ والله في جامعة القاهرة تقدر تقول ضربت دكتور ضايقني، فجامعة اسكندرية ضربت دكتور سألني اترفدت ليه من جامعة القاهرة. كل اللي اقدر اقوله لك انك مش متربي. اهو ده بقى نفس اللي قاله الدكتور بتاع جامعة جنوب الوادي قبل ما كسر له صف اسنانه التحتاني يا باشا. حسبي الله ونعم الوكيل. انا مايا. دي انجي برنسيس الجامعة، يستحسن تبعد عنها اصلها متشفرة. نعم؟ ايوه، والجامعة بتاعتها مع طريق مانشستر، اصل انا فتانة. انيسة انجي، لا مؤاخذة هنعطلك عن قراية المجلة. لا لا ابدا يا دكتور، تحت امرك. احنا كنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ في المحاضرة. ما انا عارف، الموارد الاقتصادية وعلاقتها بايه؟ علاقتها بلون الشعر. برافو برافو، المحاضرة جاية تيجوا ومعاكوا الصبغة. عارف بقى انك بتنشط اكتر رياضة بتدي ثقة في النفس. مش مصدق ان انا هبقى طاير في الهوا كده زي التبانة. انت عارف ان انا ما بقدرش اعدي ويك اند غير لما انط من هنا. كنت ده مهوي شوية. هاي كويك. لا لا انا هطلع لوحدي، خليك. اوبا يا عم، قلت لك. ها انا قلت لك برضه ايدك، انت ما سمعتنيش. اقولها بصوت واطي. يلا بقول لك هوب هوب. انت انا مش هوب. انا بقول لك يلا نط يا عم. ليش هوب؟ شغل هوب بتاعكوا ده، ده انتوا كلكم هوب. اوعى. انا مش بهزر، يلا نط. مش هوب عشان خاطر. مش هوب، مش هوب. انا يلا بقول لك يلا. ايدك دي هوب. انت روح هوب. انت مش هوب. والنبي بقى مش عايز هوب. والنبي والنبي مش تحفة. ايه ده؟ ايه الاحساس ده يا ياسمين؟ مش مصدق كنت طاير في الهواء ونازل بسرعه جدا، والبيوت صغيره قوي، بس غمضت عيني في حته كان نفسي اشوفها. ياه، ايه اللي قلعك كده؟ اتحريت وانا نازل فقلعت. كل ويك اند، كل ويك اند تجيبيني معاكي. والنبي والنبي ماشي. ها ماشي. اوعي تنسي. والنبي ماشي. والنبي. ايه اللي في ايدك ده؟ ده الباراشوت. الله، طب والباراشوت تعمل ليه مش كده؟ عشان الباراشوت بتاعك ما فتحش. اول مره في حياتي اشوف واحد ينط من الارتفاع ده والباراشوت بتاعه ما يفتحش. ايه ده فتح؟ صدقني ما حسيتش خالص. سبحان الله، زي ما قلت لك. والنبي 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 والنبي. حاضر حاضر. والنبي ايه بقى؟ النبي ما تيجي هنا ما تقوليش خالص. انت مجنونه. Thank you.
والنفوس مش صافية وشكلها كده عركة كبيرة من آل العريس وآل العروسة وهنطلع النهاردة من 30 محضر يا عم اختف انت بقوا 31 ألف مبروك يا عريس ألف مبروك أمال فين العروسة يا ريتني ما سألت أهلا وسهلا يا باشا أوعى أنت كده أوعى أهلا يا باشا اتفضل يا باشا اتفضل عند أهل العريس يا باشا اتفضل عند أهل العروس عند أهل العريس ولا أهل العريس ولا أهل العروس أنا هقعد في أرض محايد وماد أهلا وسهلا أهلا وسهلا ألف مبروك الله يبارك فيك إيه يا إخواني دي البلد مقلوبة بره مالكم إحنا جايين نهدي النفوس بعدين يعني أنتوا برضو أهل وحبايب ومهما كان دليلتوا العمر ها رواقوا لا مؤاخذة سعادة الباشا الفرح بصراحة ما يليقش بمقام سعادتك ولا بمقام ابني كمان ده خلى رقبتها زي السمسمة ايه يا جدع انت الكلام الماسخ اللي بتقوله دي ايوه ده سؤال مهم تقصد ايه بالكلام الماسخ ده بذمتك يا سعادة الباشا لو انت بتجوز بنتك تستخسر فيها نانسي عجم لا اللي يستخسر في بنته حاجة يبقى راجل ناقص واطي ومعفن ايه احنا جايين نهدي النفوس ايوه الله اكبر سعادة الباشا قال الحقيقة يا راجل يا معفن كلم الحاج يا نيتن كلم الحاج يا تحفه ما هي كلم الحاج هي تقوم ده مرمطك مش هين عليك تبيع قراط من القراطين اللي حيلتك عشان خاطر تعمل فرح بنتك يا اخي اتحرق القراط هو في اغلى من الضلع ايوه قول له يا باشي بدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في ادبه بالشكل دي كان دافع مهر عالي يليك ببنتي لا إيه؟ كده الكلام اختلف هو دفع كام ما تقولوش أيوة لا هقول له اقول دفع 500 جنيه صراحه يعني ده مبلغ قليل فعلا معلش يا حاج ما انت برضه بتشتروا راجل هي كمان ما تسويش اكتر من كده لا 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 يا جماعه بقى كده عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض اعراض امال انت فاكر ايه هي حصاله اعراض ايه احنا في ده اعراض طب وعلي بقى كده يا باشا ايوه اعراض اوعى اوعى من جوه دخلنا في اعراض الله 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 ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده مش كده يا جماعة اهدوا بلاش توتر ما ينفعش اللي بيحصل ده ما تحسسونيش ان انا السبب مش عشان فكنا مع بعض بكلمتين ده انتوا اهل وحبايب 35 محضر يا اخوانا مش كده ما يصحش حاجات تافهة تأثر فيكم ايه يعني المهر 500 جنيه حصل ايه فرح زبالة قاعدين فيه عادي 18 محضر انت يا بلدي 19 محضر ايه بلدينا دي انت ما تعرفنيش ولا ايه لا والله ما حصليش الشرف انا المخبر اول سباعي السباعي المخبر الخصوصي الحظ ضابط بسيوني راح الامن في المنطقه كلها قلت الضابط بسيوني ايوه الضابط بسيوني يبقى البشائر بانت من اولها إيه لكن ما قلتليش انت مين بقى لا انا بفضل خيرك اللواء نجدت يا حيوان يا ناريس مش دماغ زي ما باشا اللواء في حاله وبعدين ما الراجل صلح غلطته اهو يعني واتنيل على عينه اتجوزها فين سبع البرومبا الضابط بسيوني بتاعك؟ بيولعها جوه يا فندم عشان نسترزق ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها والله ايوه قلت لي انك مخبر ايوه مخبر انت بقيت عسكري نفر خش وريني الضابط بسيوني فين؟ ما دام عسكري نفر خش لوحدك خش يا حيوان قدامي مش داخل امشي مش انتباه يا عسكري مش انتباه بس مش انتباه ايوه مش انتباه تكلمت عسكري يا جماعه كده ما ينفعش هو عشان فضفضت مع بعض ما انت قلت له يا معفن قال لك يا نتن يعني شتيمه في الزاويه مش هعمل ايه يا حظاظ نجد كمان يا فندم ايه اللي جابك انت واقف هنا بتعمل ايه بنفس التوتر عشان الهدوء يا فندم خناقه بشادر والناس بتبوظ بعض وانت واقف تتفرج على الحظاظ انت هرت انا بتضرب بكرسي على عارفك وعبيتك في الحجز يا فندم لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف دول بيتخانقوا من 6 وربع اديهم 5 دقايق هيناموا انت هتصرف ولا اتصرف انا نجد الباشا اتصرف بسرعه يا ظابط تمام يا فندم اتصرف بسرعه قلت لك اديني البدله خليني امشي
اقول لك خليها لك، انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ اعمل لك ايه؟ كلها نص ساعه والبدله هتنشف. وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه. هات خرطوم ميه اضربه في عينيك وفي صدرك، شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. لا مش كنا بنفض يا فندم. تفض ايه؟ بنفض من العريس والعروس. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف اقعص المواقف في الحياه بتتحل بالهدوء وبالحكمه. حكمه ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم اكتر حاجه كنت بحبها في الكليه ماده علم النفس، يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشريه. انا كنت فاكرك وحش لما ازرعك في وسط شويه عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعه هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس، وبعدين انا الاول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك، الاول على دفعتك 4 سنين، ما هي دي المصيبه، دي الكارثه اللي مش هتخليك تصلح للمهمه اللي انا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصه من فضلك، انا ما خدتش فرصه حقيقيه اثبت فيها كفاءتي. انا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم انا من بكره الصبح حاول في اجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصه اشرح لك. خلاص يا فاشل. فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل. بتعصبك يا فاشل. يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في ايه يا فندم؟ يا فاشل صيحت لي في المكان. انا ليه حساب مع الكلب اللي دبسني فيه؟ طب انا عايزك تلبس هدومك يا باشا. اسمع يلا، حياتك قصاد الاسطوانة دي، بطل بقى تلعب لعبة انت مش قدها انت والبنت اللي ملموم عليها. بقول لك ايه يا بكر؟ ايه بقول لك ايه؟ والنبي مش ناقصه تهديد هي، انا خلاص مش فارقه معايا، انا عمال اتكحول كل شويه لما خلاص قربت اتقلب قرد، فمش ناقصه بقى تيجي تحدف لي في قشر موز يمين وشمال. الله، وبعدين تعالى لي هنا. يا اسطوانه ايه دي اللي سايبها منفصلك قوي كده؟ انا هعتبر نفسي ما سمعتش ولا كلمه من اللي انت قلتها، وهسيبك تراجع نفسك لغايه ما تجيني باللي انا عاوزه وانت راجع. مش هيحصل، مش هيحصل يا بكر بيه، الا لما الاقي انا حاجه على مزاجي، حاجه كده بتتلبس في الرقبه شكلها مقطط، حاجه دي يوم ما هلاقيها هرجع لك جامد قوي. ومش انت لوحدك بس، لا انت ورشدي بتاعك. بس يا سيدي وعنا وهيخرجك في عيد ميلادك؟ ده الواد شكله وقع قوي. بس تعرف انا حاسه ان الواد ده غير العصابه اللي ملموم عليها دي خالص، يعني طيب كده وجدع غلبان، بس على مين؟ برضو هحاول معاه. هتحاولي بشكلك ده؟ ايه يا عم انت ده؟ ماله شكل؟ ما انا لابسه قميص وبنطلونه ولا طلع لي شنب. يا بنتي لا، بس بشكلك ده مش هتعرفي توصلي اللي انت عايزاه. ايوه صح عندك حق، بس انا هوريك. هتيجي ما هتجينيش، هتنطرني ما هتنطرنيش، هتزحلقني ما هتزبحلقنيش. ايه ده هانيا؟ لا والله يا هانيا بجد انت اختلفت خالص. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بس بقى ما تكسفنيش. شفت نفسك في المرايه عامله ازاي؟ شعرك فرتيه وحلقات دقنك ايه ده ايه ده ايه ده بجد؟ انا اتثبت انت. ايه ده؟ يلا بقى اطلبي حاجه كلها. انت جايه دايسه جامد ليه كده؟ جايه عايزه اكل على طول كده. اسمحي الورده دي تبقى ليام. ايه ده؟ لا معلش كنت قاعد عمال اقول يا ترى هتفرقعني ولا ما تفرقعنيش. قبل الاكل بقى وقبل ما نلغوص ايدينا انا محضر لك مفاجاه. مفاجاه؟ كل سنه وانت طيبه. مساء الخير. هي دي؟ ايوه. ايه اللي هي؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيب. هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو هايلا. هايلا ايه؟ هانيا هانيا. هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو هانيا. هانيا صح صح. ايوه هانيا هانيا. هابي بيرثداي تو يو هانيا. شكرا. ايه ده بتقلب الخفايا بالليل ولا ايه؟ غريب قوي. ليه غريب ليه؟
ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا بالراحه عليا، انا مش قد الكلام الجامد ده. تتصور اللي عملته النهارده ده خلاني احس ان انا عايشه لوحدي طول عمري. حتى اهلي عمرهم ما احتفلوا بيا ولا حتى قالوا لي كل سنه وانت طيب. يا ستي بس بالراحه كده شويه بس، انت يعني بيني وبينك بقى كده يعني عشان ما نقلبهاش غم، بيني وبينك تعالى نتكلم. ها انت منتظره ايه من العصابه اللي موجوده عندك في قلب البيت؟ النبي منتظره ايه؟ دول لو فكروا في الصحوجه هيودوك افغانستان والله، ويوم ما تطلع في ابنهم يعملوا عيد ميلاد لهانيا بنتهم هيعملوا في عيد الجلاء. انت نصيبك بقى في الهدايا طبانجه سمكي نص الي، المهم ان لازم يكون في جريمه قتل هتتم في الليل. بيني وبينك بقى في شويه كده مز كده عمل لك الحفله دي والقعده دي قبل كده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا ما اسمحلكش بالكلام ده، انا مش بتاعت كده خالص. ايه اللي انا مش بتاعك كده خالص؟ هو انا قلت لك تعالي البيت؟ انا بقول لك يعني انت تركيبتك ايه وكيانك ايه؟ انسى. سوف لا نشتري شجرة، ستكونين أنت الشجرة وسنعلق عليها أحلامنا. أي طبعاً. وهمومنا وهدومنا وبنطلوناتنا. قولوا أحبك كي تزيد وسامتي، فبغير حبك لا أكون جميلة. دي أغنية كاظم الساهر، بس ده طبعاً كاظم الغيظ. هنقول احنا لسه حبايب، يوه ما خلص قلناه. هنقول لسه قلبنا داي، يوه ما خلص قلناه. هنقول احنا لسه حبايب، يوه بقى. ايه 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 يا غالي يا غالي، هي غلاسه وخلاص. انا عايز ابسطك. تبسطني ايه وتزفتني ايه؟ احنا ما اتفقناش على كده. احنا مش اتفقنا؟ لا ما اتفقناش على كده، وما تعملش كده تاني مره، ما تعملش كده تاني مره. احنا متفقين على اغنيه واحده بس، هابي بيتزا صح؟ هابي بيتزا مش كده حصل ولا لا؟ دخلتني بكاظم الساهر وسددت لي جيوب الالفيه بوسكيت، ودخلتني بعدها بمصطفى قمر. هنقول احنا مش ناقصه. طب اسمع دي اسمع، مش هسمع دي. وايه القرف اللي انت لابسه ده؟ ايه لابس لي قعده عربي؟ يلا يلا انتك يا عم. نأسس في التباهي تأسيس اساسي يعني في الغلاسه. انا رد على التليفون بس لحظه. الو ايت هاني قاعد مع مين؟ تضرب محشي؟ اضرب محشي. صلي على النبي، بيتنا كله منور. كل يا حبيبتي بالهنا والشفا. ميرسي يا ضنط، بجد الاكل حلو قوي، تسلم ايدك. قولي لي يا حبيبتي، انت متجوزه؟ يعني معلش يعني لو متجوزه تهاني هتفضل قاعده معانا كده يعني قاعده دي يعني؟ انهي نطع هيقبل حاجه زي كده؟ يا واد اسكت، بجس لك نبضها. يا ستي تجس نبضها ايه؟ وانت شايفاها عندها بوط وهي قاعده. اسكت بقى. ولا مخطوبه يا حبيبتي؟ ولا دي كمان. النبي الواد بشكر ده زي العسل وما ينفدش. تهاني منصه قولي لها يعني احنا جايبين له الصيني والنجف ومصاري النوم كمان بالمره. بالك انت بقى كوبايه الشاي بعد الاكل فوق سطوح بيتنا ما تتفتش برضه. ايه يا وليه يا واد يا احترم اللي جابه كرامه اهلي. ايه ده؟ الرجاله اللي في الحياه الشعبيه حاجه بقى يعني، الراجل راجل دمه حامي وسخن، راجل بجد. يا راجل يا نايت تخفي. ايه ده؟ انت مرقلي يا عم مرقلي ليه كده؟ محسسني ان انا بشتمك. اهو يعني يعني هم كده تقريبا بيلغوا بعض يعني تقريبا كده بيلغوا بعض، دول هيموتوا بعض. ما هي دي بدايه الصلح. والنبي عايش ما تلمسنيش. شفتي ده الليله؟ معقوله بعد الفضيحه اللي عملوها دي يتصالحوا بالسرعه دي كمان؟ حياتك وبالسرعه دي هتلاقي 18 عيل بيجروا في الحاره بكره. سامع سامع الكروان ده؟ بمناسبه العسل بقى بتاع اختي، مش فاهمه حاجه. يا العسل بتاع اختي تهاني لما قالت الواد بوشكش ده عسل وراحت بصالك كده، هل انت العسل ده هو فعلا نفس العسل اللي عند اختي ولا انا اروح اجيب عسل من بره؟ لا لا كده صريحه وضيحه كده جريحه. لا مش قصدي. انا قصدي ان العسل بتاع اختك هو العسل اللي انت قصدك عليه. لا انا كنت عايز اقول لك فعلا على حاجه.
طب قول بسرعه عشان حاسه ان قلبي بيدق جامد. ومفتاحي على طول، على طول مفتاحي، مش يمكن يكون ابن الحلال واقف ومتربص لك؟ ها مش كده ولا ايه؟ بس انت كنت عايز تقول لي حاجه. لا قول انت الاول. لا انت قول الاول. طب اقول لك على حاجه، تعالى نعمل زي فيلم لوب لعبد الحفيظ وعبد الحكيم حافظ في دمي ودموعي والتصاقاتي. طب اقول لك على حاجه، تيجي نقول الكلمه دي احنا الاثنين في نفس واحد، نعد لحد ثلاثة ونروح قايلينها كده في خلق بعض كده. ماشي اوكي، واحد اثنين ثلاثة. انا عرفتك عشان رشدي هلال. عرفتني عشان خاطر السلسله؟ وانت عرفتيني عشان خاطر رشدي هباب؟ خلي السلسله تنفعك. كلمها تاني. انا كلمتها قدامك كانت عيني، واعمل ايه يعني؟ ابلغ عنها؟ خلاص روح لها البيت. وانت فاكرها سهله كده روح البيت؟ ده ابوها لو عرف انها مروحه معيطه بسبب ايه؟ ده مش بعيد يدفني في الجنينه هناك. يا فندم يا محترم، انت ما عرفتش تربي ابنك. الحقيقه يا فندم، ابنك من لحظه دخوله الجامعه وهو مثير للمشاكل. ولما انتم مش عارفين تربوه بتعلموه ليه؟ بنعلمه من باب الاحتياط. ايه اللي تعلموه ليه؟ وانت اخرس انت عملت ايه؟ يا فندم احنا مش عايزين نكبر الموضوع قوي، ويا ريت نتفاهم بهدوء. تاني هتقول لي هدوء؟ يبقى شوف ابنك اللي ما ترباش. يا فندم اتعصبي ليه؟ اللي انكسر يتصلح. هو ايه اللي انكسر يا بني ادم انت؟ انا بنتي اشرف مش شرف. امال فلق دماغنا ليه من الصبح وقرفنا يا عم انت؟ ما انت سكت له من الصبح. الظاهر ان الكلام الودي مش هيجيب معاكم نتيجه. انا رايح الاسم وهعمل مذكره عدم تعرض. اسم؟ راح تعمل ايه في الاسم يا هندسه؟ حد يفضح بنته وسط الصورات والمخبرين؟ انا مناش رايح الاسم، انا رايح لوزير الداخليه. استنى استنى، سمعت رايح لمين؟ اهدى سعادتك، اهدى اهدى ارجوك، انا مستعد امضي لك تعهد على نفسي ان الولد ده مش هيتعرض لبنتك ابدا. اتفضل. لا اتفضل. اتفضل يا فندم. تقول دخلت اوضتها؟ انا كنت بفكر زي حضرتك في الاول يا فندم، لحد ما عرفت البنت على حقيقتها، دي طلعت بنت طيبه وغلبانه يا حبيبي ما تقول لي ان قلبها قلب خصايه. عرفت منين يا فندم؟ بتقول ايه انت يا فندم؟ دي بنت ضحيه، تخيل ابوها بيخون امها مع موميمي. مين موميمي؟ ياكش تولع هي وموميمي في لحظه واحده. ده ابوها راجل غبي، طلعت ربعه لسان ولسان زفر كمان. شفت؟ ما قدرتش حضرتك تستحمله ربع ساعة، تعمل ايه البنت بقى اللي عايشة معاني؟ ضحية. بلاش كلام فارغ. انت راجلش وراي ليه؟ انا وراك. ايه؟ انا وراك يا فندم. انت نسيت انت جاي هنا ليه؟ يا فندم انا كنت هعرف خلاص بيجيب الطوابع دي منين، ليه ابوها دخل؟ احمد ربنا ان الراجل دخل في الوقت المناسب، بدل ما كانت تعمل لك قضيه اثبات نسب. نسب؟ هاي بيسو. يلا يا وقت يا دواء. ايه ده ايه ده؟ ايه دول؟ ايه دول؟ دول زمايلي، زمايلي يا فندم. نسب ايه بس يا فندم؟ احنا ما فيش بينا الا كل خير. ركز في شغلك، الراجل كان رايح يقابل وزير الداخليه، فاهم؟ فاهم فاهم يا فندم. النهارده العيال هيتجمعوا في وكر يضربوا فيه مخدرات. انا عندي احساس ان النهارده همسك خيط مهم في القضيه يا فندم. ياك تتكعبل فيه وتتكسر رقبتك. ما تهدى بقى يا خالو. انا مش خالك يا اخي. ايوه صح، انت قريب اختي، انا قريب اختك، قريبك انت قريب. امشي امشي، ده هيشلني يا خالو. بس اتفضل. ده تسجيل كامل للحفله من الكاميرا كنترول بتاعت الاوتيل. ايه؟ هتفرج على الحفله من اولها لاخرها؟ مش اخر بس. جري شوية. ايوه زوم بقى. بوشكاش محفوظ. كمان شوية وجدت متعة غير عادية. الخروف باص في عينيا وأنا باص في عينيه.
هو عارف اني هقتله ومش قادر يعمل حاجه. زنيت الخروف بالسن قبل ما يموت. وانا يعني انا مش فاهم يعني ايه اللطيف اللي بقوله ده. ايه ده؟ ايه ده؟ ما يضحكش اني ازر الخروف ده. استنى استنى ثانيه واحده. يا نهار اسود، انت قصد حضرتك انك كنت بتزر؟ انت عمرك ما ذبحت خروف قبل كده؟ طب انا حابه خروف ليه؟ ما هو عمل لي حاجه عشان اذبح خروف. كل يا بشاكش. كلت يا عم كلت. كل يا بشاكش. والله كلت يا عم، ده كلت اكل كتير قوي. ده انا لو برضع مش هاكل الاكل ده. اسمك ايه؟ انا تقلوش قوي في الاكل يا ولاد علشان تقدروا تلعبوا الماتش. تضحك عليه؟ لا بعصر. اكيد حضرتك بتقول دعابه. طبعا دي دعابه. ده ما ناسه في الترابيزه. تقلوش ايه ده؟ هينزلوا يا دوب يرجعوا كوتش بعض. ماتش ايه حضرتك؟ امريكان فوتبول. ايه ده؟ امريكان فوتبول. اوكي. النبي يا عم شوف النبي. بلاش انا. انا بص خلينا نلعب في اللعب. استرجل. طب ما نسموهم افضل. تعمل ايه؟ هجيب فيك جول. تعمل ايه؟ اعرف حالك يا عيني يا مجانين. ها؟ يعني ايه ماليش في الشقة؟ قلبنا الشقة حتة حتة ما لقيناش فيها أي حاجة. انت عارف الديسك ده ما ظهرش في خلال 24 ساعه ايه اللي هيحصل؟ هجيبه لك من تحت تغطي الارض. بس هو يفتح تليفونه فواي بقى. مش كل شويه هتقعدي تقولي ماما والوفاه والحاجات دي بقى. يعني انت عايز تفهميني ان انت ما عيطتيش خالص في حياتك؟ عمري في حياتي ما عيطت خالص. لا طبعا عمري ما عيطت خالص. ولا حتى وانت بتخرطي بصله كده دموع نزلت كده مثلا؟ ها ما عيطتيش دموع نزلت وانت واقفه كده، او انت نايمه نزلت كده، او متشقلبه نزلت كده؟ حصلش؟ لا 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 مش شخصيتي خالص. هو بيني وبينك الوش المقطقط ده والايدين اللي شبه دي ما تخرطش بصل، دي تخرط كاكا، تخرط تفاح، تخرط كريز. انا ليه طلب عندك بس خايف لتكسفيني. على حسب. ما تشيل الفاترينه بتاعت الكبه اللي انت حطها على عينيك دي. لو سمحتي بلاش بجد. يعني عينيكي انت ظالمه عينيكي كده. ممكن اشيلها؟ يعني عايز اشوف عينيكي من تحت الازاز ده. عادي ممكن اقلعها، دي حفظ. انا عندي لينزز كمان لابسها وقار. يعني عايز اشوف عينيكي. بلاش عشان خاطري. اوكي اشيل ولا هتعضي؟ اوعي تعضي. ماشي اقدي بايدي. الله. طب وبخبيهم ليه؟ ها؟ ايه رأيك كده؟ سامعاك. ايه ده؟ سامعاك. سامعني؟
خلاص بقى شفت عينيا؟ ايه رايك؟ هات بقى النضاره، هات هات بقى. اقعد بالله. خد يا هاني، الله يحنن عليك. يا ايه يا عم بكر؟ ايه بشويش علينا يا بابا؟ بقولك ايه، لو بتتنحنح بقى وبتقعد تتمحلس فيا عشان خاطر ارجع الشغل تاني، فاعمل حسابك ان انا مش هرجع تاني. انا مش بكلمك عشان الموضوع ده، انا بكلمك عشان تيجي تاخد فلوسك اللي ليك عندنا. لا والنبي، تعال خد الفلوس اللي عندنا دلوقتي، بقى ليا فلوس عندكم؟ اسمع، انا عايز اشوف وشك، ولا وش رشد بيه ولا وش رجلي. بس احنا لينا حاجه عندك يا بوشكش. حاجه ايه؟ شوية ال شوية 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 الاسطوانات والاوراق. ايه؟ اعلى مفخلك اركبه يا نادي زبالة، يا اللي ما فيهوش لعيب الا كسر بعد كسر. سلام يا مخربيه. انت اللي خلعته ولا هو اللي طردك بامانة؟ انا ما انت عارفة كل حاجة اهو، تسألي ليه بقى؟ عشان عايزة اطمن عليك. هو انت بقى كنت بتشتغل مع ايه بالظبط؟ يعني كنت ماسك له التعاقدات بتاعت النادي بتاعه. وقبل التعاقدات بتاعت النادي؟ اتعرفت عليه في ماتش اعتزالي. يا هاني، ده انت فكرتني باحلى ايام عمري، ماتش اعتزالي. بس مش عارف ليه عملوه يوم جمعه وساعه صلاه، انا نفسي افهم الموضوع. حاجه غريبه. انت عارف ان رشدي هلال ده حواليه شبهات ولا لا؟ ايه ماشي مع ابن الجيران يعني ولا ايه؟ بجد يا بوشكش انا ما بهرجش. الراجل ده سمعته زي الزفت، في ناس بتقول انه بيتاجر في السلاح، وناس تانيه بتقول انه بيتاجر في المخدرات، وناس ثالثه بتقول. ولا بلاش، مش عايزه اتكلم على اعراض حد. اعراض ايه؟ ده الراجل بقى معاه عيلين من الكلام اللي انت بتقوليه ده. وبعدين الراجل ده بصراحه بقى لو كان في حاجه عليه انا كان يعني كان زمانه اتمسك من زمان. انت عارف ان رشدي هلال مش سهل انه يتمسك. ليه يا ست؟ بيجري بسرعه يعني ولا ايه؟ انا بس هتجرأ وهقدم لك بس هديه بسيطه كده. ميرسي. علبه عجبني الملمس بتاعها في القطايف كده. ميرسي. حلو قوي. نخليه. ايه ده؟ ايه دي فاضيه؟ ايوه انا اسف، اصل كنت جايب واحده تانية صغيره كانت ارخص، فجبت جبت واحده الغى اغلى فشلتها بقى هنا كده. الهلال عشان تفتكريني في رمضان. الله، حلو قوي. ميرسي يا وشكش. عجبتك بجد والله؟ قوي، تحفه. الله يخليكي. تهادوا تحابوا، عارفه؟ تهادوا تحابوا يعني نتهادى احنا الاثنين، فده بيبقى حب يعني. حب مش حب يعني، بس يعني حب فيه ود يعني. فانت لو اديتيني هديه زيها سلسله هتبقى انت فاكراني كويس في رمضان بالهلال، وانا فاكرك بعد رمضان في شوال. سلسله؟ يا ريت يا ريت لو سلسله تبقى بجد. بس انا خايفه ما تعجبكش. اكيد هتعجبني من المصحف، والله اكيد هتعجبني. ايه ده يا هانية؟ ده بابا كسبها في اخر مصارعة تيران ده ولا ايه ده؟ هايلة والله. عجبتك؟ طبعا. مش من بابا؟ ممكن اجيب الشنطة بس؟ اتفضل. تقطع الجيم وسنين الصوت. على فكرة متشكر قوي على صينية الشاي اللي انت مقدمها لي دي. متشكر قوي يا هانية. العفو. بكر اسمع لاخر مره، نفذ اللي قلت لك عليه. اوكي رشدي بيه. انا مش فاضي اللي اعمل عيال ده. هيحصل. ولا قشطه. صبح تاتا اتنين في تلاته. ايه رايك في النظام بتاع امبارح؟ وحياه ابوك ما تفكرنيش، تشقى زباله ونسوانها كلها عايزه الحرق. ليه نوفل قاريني غلط؟ ده انا بحبك يا عم. قاريك غلط ليه؟ انت الماني. سعادتك طلبت امبارح تروح شقه فيها نسوان بلدي. انت هتسامح لي؟ حته زبده. ايه الماسك الجديد اللي داخل علينا ده؟ ما ينفعش، انت ضيفنا النهارده وانا لازم. عيل جديد اسمه بسيوني، حاجه كده بسيوني. بسيوني حاجه كده بسيوني. يبقى انت جبت اسمه الثلاثي وحبيته، وان شاء الله هيتحط في الموسوعه بتاعه طارق كابو. اوعدك الدنيا حلوه. تعالى نلعب كوتشين على المشاريب. لا اعتبر نفسك كسبتي، هروح اجيب انا المشاريب. يا في ايه؟ ولد بصحيح يا ربنا. يا صباح اللي بتغني سندوتشين ودينا حاجه ساقعه. ترتاه
حبيبتي دايما البدايه عندك. بالهنا والشفتاشي. اقول لك حاجه؟ مش متفائل. اهدى انت بس. مش تحاسب؟ انا برضو اللي حاسب؟ لا انا. لا انا بوتاجاز معدي، ما تهدي، في ايه؟ انا بحذرك. طب وحياة ابوك بلاش الصباع ده. هتندم. بنفس الصباع؟ بنفس الصباع؟ ما تهدي، تحتلف دماغك من الصبح. يلا، كده احلى. الله 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 الله. سخنة، عذبة. ايه يا عم مش تحاسب؟ برتقان ومانجا وخيار. بس انت اكيد ما تقصدش. وعامل لي فيها برم، في برم يقع على الواقعة دي. والنبي يا اخويا وحد ابوك ما تبقاش تلمس الحاجه اللي مش بتاعتك. انت تقصد القصه يعني؟ انا كنت بعجلها لها عشان وشها ما كانش باين، وبعدين شايفك متنرفز قوي. يا عم دي قصه. قصه؟ بسيوني. نعم. قول لي انت وراك ايه بالليل النهارده؟ لا والله ما ورايش حاجه. طيب اصل انا كنت عامله حفله في البيت عندي، ويا ريت يعني تيجي. لا والله مش عارف، احتمال يبقى عندي مليون حفله. طيب عموما يعني لو خلصت وعرفت تيجي يبقى تعالى. مش هيك. هتيجي. مش هيك، انا حر. بسيوني مستنياك. نتمشى. والله فكرة هايلة، يعني عشان خاطر كمان التمشية حلوة وناخد وندي مع بعض في الكلام. مش حلوة ولا ايه؟ هي الفورة من كام؟ فورة ايه؟ ده تلعب كوتشينة. اجري. اجري ايه؟ يعني انا اوصل الكيلو كام عشان ابقى انا كسبت؟ اجري يا بوشكش. اجري؟ اكمل. لحد فين؟ ده انا خلاص هموت. اجري خلاص ما تتعب. ده انا بحتضر قدامك. ده انت شوية هتلاقي فانيلا وبنطلون بس بيجروا على العجلة قدامي.
ايه؟ ايه في ايه؟ ضربت الايه؟ رجلي اتلوت. رجلك اتلوت؟ اه. مين اللي زعلها؟ الحقني سندني وشلني. الحقني سندني وشلني التلاتة مع بعض؟ الحقني سندني وشلني. انا مش قادر انفى، مش قادر انفى، مش قادر اخد نفسي. انا نفسي هيتقطع يا حانية. اه. ايه اللي انت بتقوله لي في التليفون ده؟ يعني احنا هنفضل تحت رحمة الست دي لغاية ما تفتكر مين اللي كلمه بالتليفون؟ بعدين افرض انها مكالمة غرامية ولا أي قرف من النوع ده. يا رشدي بيه، أنا بجري ورا أي خيط يوصلنا للأسطوانة. أنا هخلي الرجالة يربطوا قدام بيت الواد ده للست دي، وأنا عشان مصالحنا ما تتعطلش هسافر بدل بوشكاش أخلص صفقة اللعيب الجديد. لعيب إيه وزفت إيه؟ أنت مالكش سفر غير لما تلاقي الديسك. بوشكاش مش موضوعنا دلوقتي. خلاص يا فندم، بوشكاش مش موضوعنا دلوقتي. العربيات البايظه دي يعني. ايه العربيات دي؟ ده بتسحب لوحدها وعفره، ومفيش عربيات بتعمل عفره. هانيا يا ابنك. ايه الرزق ده؟ ايه الرزق اللي عندكم ده؟ يا يا سويتك. انا ذاكرت هما اللي مستصدرني. ما تنزفش عليا، ما تخلينيش امد ايدي عليك. يا 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 والله مذاكر والمصحف مذاكر واخد جايزة احسن شاب في البني ادمين. حرامي في البيت. لحظة واحدة، انت كل يوم ايه؟ استاذ بوشكش زميلي في الجيم. ده مؤاخذة يا استاذ. ايه ده؟ شفت يا زفت؟ خليك منظرنا زبالة قدام ضيوف، لكن حسابنا معاه بعدين. هو لسه حضرتك هتتحاسب معاه بعدين؟ اتفضل يا استاذ بشاكش. بوشكش يا فندم، بوشكش حضرتك. ملايين بشاكش. ايوه، هو مين ابو حضرتكم فيه؟ يعني مين ابو التاني مين؟ ايه طبعا والله واثق من زورك. اتفضل حضرتك. يا بابا يا بابا. لا انا جاي حضرتك، بس كنت بامن على الباب. هو بابا بيشتغل ايه؟ دكتور مخ واعصاب. مجنون يعني؟ احترم نفسك. ما تنزل ايدك يا ابني. والله هي اللي مرفوعه هتبجيني من احتراما لحضرتك يعني. قوم سلم يا زفت. حاضر. مش انت. حاضر. قوم. هاي دود واتس اب مان، كول مي 50 سنت سنت سنت. ما تجيب القناة الأولى فيها بني آدمين عن دول. يا مسرور! مين مسرور ده؟ السياف بتاع القصر؟ سياف القصر عندكم هنا؟ العيلة دي ببقى عارف بالأشكال دي بيبقى سياف. ليهم سياف. طباخ. الطباخ؟ حضر الغداء يا مسرور. حضر يا باشا. اهلا اهلا اهلا. هو فين اشوفه؟ سياده اللواء عبد السلام باشا شخصيا جاي يزورني. ايه بابا؟ اه حبيبي، اول مره تزورني في ايه؟ ربنا يبارك ويبارك لي فيك. اهلا يا حبيبي، انا جايب لك مفاجاه كبيره قوي. جايب لك معايا السيد مساعد وزير الداخليه شخصيا، ومعاه بنته جولنار هانم. بس ايه يا بسوني؟ صاروخ يا ابني، صاروخ. يلا يا ابني تاني. يا بابا قلت لك قبل كده انا ما ينفعش اتجوز واحده ما شفتهاش قبل كده. اسمع يا ولد، دي فرصتك الوحيده عشان تتنقل من الوحله دي. وبعدين يا اخي تعالى سلم على عروستك، كفايه انهم جايين لك لحد عندك. يا فندم، ابني الملازم اول بسيوني ليه الشرف انه يجي يسلم على حضرتك. تمام يا فندم. هذا الشبل من ذاك الاسد. اهلا يا وحش. اهلا بسيوني. يا باشا يا ابني، روح شوف عروستك. يلا. صباح الخير يا بسيوني. صباح الخير. سلام وقولا من ربنا رحيم. ايه ده، شفت عفريت؟ ايه اللي بيحصل ده يا عبد السلام؟ دول اكيد بيلعبوا مع بعض يا فندم. اديني فرصه بس يا بسيوني. انا هستنى معاك يا حبيبي. اقول لك على حاجه، اللي حاجه ورايا دول يا بسيوني. واللي بيسمي يا بسيوني بس اتفضل يا بسيوني يا حبيبي. اقول لك استنى بس، اقول لك اتاخر قوي يا عبد السلام. اكيد يا فندم بيتعرفوا على بعض. البنت اتمرمطت. ابنك عمل في البنت ايه يا عبد السلام؟ مش عارف يا فندم، اكيد في سوء تفاهم. سوء تفاهم؟
انا من دلوقتي هتبقى في سوء معامله بعد كده. اشرح لك بس يا فندم، يمكن في اسباب نفسيه. نفسيه ايه بلا نفسيه بلا كلام فارغ. يلا يا بنت قدامي، يلا يا بابا والنبي اديله فرصه ثانيه. بلا فرصه بلا كلام فارغ، يلا اركب العربيه ولا نشيل التاني. والنبي يا بابا ده جميل وشبه قاضي الستار يا بابا. يلا يا بنت يلا الجري قدامي. انت اكيد مش وعيك، ايه اللي انت عملته ده يا ابني؟ ده مساعد وزير الداخليه، عارف يعني ايه؟ والله لو الراجل جاي لوحده كنت شلته على راسي، لكن جايب لي اولاده كلهم اتجوزهم. يا ابني ده دفعتي وانا عارفه كويس، ده راجل عنيف جدا ومش هيسمح لاي حد يكسر قلب بنته. طب بابا انا راضي ذمتك، دي فيها ايه الكسر؟ دي كلها سفنج. انت حر بقى، بس تعمل كل اللي يجرى لك. بابا ده ممكن ينقلك حلايب شلاتين ولا حتى السلوم. ليه يعني يا بابا؟ هو جوازي من الجورنان دي يعني مهمه قوميه؟ بعدين انت قلت لي صاروخ ودي طلعت قاعدة صواريخ. الله، ده بقى يا فندم الرجل المناسب في المكان المناسب، تاريخ مشرف من العمليات الناجحة، أقوى شخصية في دفعته. بيخدم فين الولد ده؟ في الأرياف يا فندم. لما هو كفاءة وجامد كده مش كنا احنا أولى بيه؟ ده من حسن حظنا يا فندم إنه بيخدم في منطقة مقطوعة، عشان لما نزرعه في وسط العيال دي وشه ما يبقاش معروف خالص. انت شفت الولد ده؟ ها؟ ويا ريتني ما شفته يا فندم. بصراحة أنا أول ما بصيت في وشه خفت. جسمي أشعر لدرجة إن أنا فكرت أغيره ليكون أكبر من المهمة. بالعكس، واد زي ده هو المطلوب بالظبط. أنت شوقتني أشوفه. يومين اتنين يا فندم وإجراءات نقله تتم خالص. أنت لسه بتحبني؟ وأفضل أحبك طول العمر. بحبك. أوباش. مسك ايديها نكبس عليهم بقى ونعمل فندم والنبي. اصبر يا زفت، خليهم يسخنوا على بعض شويه، تيجينا نتفرج. انا مش عارف الحياه من غيرك كنت هقضيها ازاي. ما تخلص يا عم الرومانسي، ما تتعبناش، احنا في صحراء مش في جنينه الاسماك. حنين عليا طول عمرك انت. لا مؤاخذه يا باشا. اوباش كده سخنوا قوي، نهجم عليهم بقى يا باشا. يا ابني مفيش تلبس كده، كبيرهم محضر راغي في الطريق العام. انا اليوم ما عرفتك حلوة. انت فين يا استاذ حازم؟ هل تسمعني؟ حاول حاول الاتصال في وقت اخر. حاول. انا نجدت يا حيوان. ايوه يا ابيه، ده الجهاز بيترعش من الفرحه. حازم، تعرف الواد دفعتك اللي اسمه بسيوني عبد السلام بسيوني اللي بيخدم في الارياف ده؟ طبعا يا باشا. عاوزك تجيبه لي من تحت قطيل الارض، ما تدخلش مكتبي الا وهو في ايدك. تجيبهولي حياً أو ميتاً. علم يا سعادة الباشا. يلا يلا. طب والتلبس ده يا باشا؟ يا ابني سيبك منهم، دول عاملين لي فيها تامر وشريك. ترى يلا. بابا ماما. أهلاً أهلاً. تأخرتوا ليه يا أولاد؟ عشان عمو ده لونا وصوت. برافو يا حبايبي. أنا مالي يا بابا إذا كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى، ما تنتحر في 60 داهية. إيه؟ عملية تجميل؟ بابا هات لي جراح في مصر ممكن يجازف انه يشتغل فيها. هيشفط ايه ولا ايه؟ احنا لحقنا، ابوها ينتقم، وبعدين ينتقم بقى، احنا ما بيهمناش حاجه يا بابا. ثانيه واحده، ثانيه واحده يا بابا. ودني بابا اقفل عشان شكله فعلا هينتقم. بقول لك ايه؟ حازم حازم. بسيوني بسيوني. الله يحرق سنينك، انت فين يا ابني؟ يا باشا فاكر يا ابني لما كنت بغششك في الامتحانات؟ وكنت بسقط. والله وحشتني بس. والله وانت كمان. طب فاكر يا ابني لما كنا بنفك لك السرج من تحت الحصان وانت بتنط الحواجز؟ رقبتي كانت هتتكسر، بس مش فاكر يا باشا. برضه مش فاكر، انت صعبت عليا. بنسى الحاجات دي. والله وحشني. وانت كمان يا بسيوني. قول لي حازم بالحق، انت يعني ايه اللي فكرك بيا؟ والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك. يا سيدي على الهزار واللطافه. جاي اقبض عليك يا بسيوني. جاي تقبض عليا انا؟ بجد يا بسيوني. لا والنبي. اديني بقى ايدك شمال. ومين اللي جاب لك الكلبشات دي؟ دي جايبينها لي هديه في عيد ميلادي. الف لا باس. يا حازم بلاش هزارك الغبي ده وفكني. افكك ايه يا باشا، ده انت شكلك عامل مصيبه. ولا مصيبه ولا حاجه، كل اللي حصل انا احكي لك ان انا رفضت اتجوز جورنان، عايزين ينقلوا لي حلايب وهتمرمط. يا باشا لا فيها جورنان ولا حلايب، ده موضوع اكبر من اللي انت بتقوله. قال لي هتقوله حيا او ميتا. يا عم ولا اكبر ولا حاجه، انت عارف الموضوع ده حله ايه؟ دبله وبوكي ورد. فكني بقى يا حازم. ورد ايه يا ابني؟ انت اطلع قدامي. اتفضل. يا فقر. بوشكاش محفوظ ده خلاص بقى كارت محروق. تخيلي يا هانيا، مصر كلها بتتكلم على العلقه اللي كانها في مكتب بكر. بس ده خبر حلو برضه. طب وايه الحلو في كده يعني؟ حلو انه هيبقى محروق وعايز يرد اعتباره باي شكل.
اسمع من الاخر كده، انا عايزك تعرف لي كل المعلومات عن بوشكاش محفوظ ده. اوكي. هجيب السلسلة، يعني هجيب السلسلة. أعدك يا هانيا. واطلب منه معلومات عن رشدي هلال، بس يخوف لا يخلصوا مني ويعملوا فيا حاجه هما الاثنين. العمل ايه يا معلم؟ اقتله. لا بس عليه ماتوا. ايه ده وانا كمان؟ لا 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 عنك ما جيت يا زمزم، انا هخطف السلسله من الموسيقى. لا لا ده انا كده هتوفى قبل ما اتنا ياخد السلسله. ربنا يسوقك يا زمزم انت فين؟ مفيش غير ان انا اروح اعرض عليه رشوة على طول، بس ساعتها ممكن يلبسوني قضيه. مكرمه نعم. بونجور مسيو، بونجور حضرات السادة المشاهدين، إن هذه المتهمة الماثلة أمامكم قد أخذت السلسلة عامدة متعمدة هازلة بكل القوانين. أو سترو. لا لا مش أنا خالص. خش يا زمزم الكلب بأسرك ده واغسل. خش يا حرامي يا حرامي، دي مش سادة يا حرامي. يا لا اوعى اوعى يا حرامي. بيصيح. الشنطة المنزلة، خلي بالك من نفسك. معاك تاكسي ولا رايح؟ اسمه تاكسي. عارف الفيديو ده لو وقع في ايد اي حد تاني ايه اللي ممكن يحصل؟ يا باشا انت قلقان ليه؟ اذا كان الواد المصوراتي مات. ايوه بس مين قال لك ان الفيديو ده مش ملعوب لحساب حد تاني؟ اسمع بكر، انا عايز الفيديو ده باي ثمن. مش بعيد ابدا الواد ديمتري ده يكون هو اللي صوره. لا ديمتري ما يعملش كده، ده راجلنا من زمان، المساله ما توصلش معاه لكده. وبعدين انا مش عارف احنا ليه عملنا معاه كده. ومالك بتدافع عنه كده زي ما يكون جوز خالتك؟ لا وانا هدافع عنه ليه؟ أنا شاكك في هانيا الغندور، الثقة اللي كانت بتتكلم بيها معناها إن هي مأمنة نفسها بحاجة، 100% هي اللي بعتك الواد المصوراتي ده. مصوراتي؟ إزاي الموضوع ده ما جاش على بالنا قبل كده؟ اسمع بكر، أنا عايزك تنفذ الكلام اللي هقول لك عليه ده بالحرف الواحد. يس سير. هنا؟ ميرسي أوي على الشكر يعني. توصيله دي
بجد 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 من قلبي انا بشكرك جدا. العفو عليا. ممكن اطلب منك طلب؟ انت رجعت ورا وانا هعضك ولا ايه؟ رجعت ورا دي كده. ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. وانا هشوفك تاني. ايه؟ بص يا ستي، ده الكارت بتاع الجيم بس كتبت لك عليه نمرتي. طيب اوكي، شكرا قوي. بس انا يعني ما كنتش عايز الكارت ده، بس هخليه. بقول ايه؟ انا اسف، عايز اقول لك على حاجه. يعني انا بصراحه يعني انا لبس كده كويس؟ كويس، اشمعنى؟ بصراحه بصراحه يعني احنا جايين ضيوف، فضيوف يعني عارفه اللي هم بالكده، فناس محترمه. ما قلت لك كويس ليه؟ حاسس انه يعني شعر صدري هنا كده شكله كده عارفه بايخ، مش عايزه حاجه كده تكسره، صح؟ ها؟ سلسله يعني ساعه، يعني لو سلسله بقى وفيها ساعه يا تبقى حاجه جميله. فانت بقى معاكيش سلسله فيها ساعه؟ لا معيش. انت هتصعبطي يا بنت. ايه ده؟ انا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في قلة ادب كده وسفاله كده؟ ده انا اسف جدا والله. باي. فندم النبي يا فندم، اعمل معروف بقى، خلينا اجيب الولاد هنا ونعمل الحفل. هتفضح اللي انت بتقوله ده، لا يمكن يحصل الا على جثتي. كده العيال هياخدوا بالهم بره. يا ريت يا اخي ياخدوا بالهم، ويا ريت يكون عندهم دم وياخدوا بعضهم ويمشوا. هي دي الحفله اللي عدايه؟ جايب لي كهارب ومزمار بلدي، قول لي لها حفله طهور يا سيباسيوني. ده انت ناقص تجيب لي حصان في البيت. والله دورت ما لقيتش ولا حصان. ده انا كنت اضربك بالنار. انت هو حصان في بيتي؟ انت مجنون يا فندم. معلش عشان انت نسيت احنا في مهمه يا باشا. ملعون ابو جيب مهمه. تتفضل. بقول لك يا جدع انت بسيوني ولا زفت؟ بفكرك قبل الساعة 12 تكون مسرب الكلاب الضالة بتاعتك دي من هنا. 12 ما نلحقش، نبقى لسه فكرة الساحر. ساحر؟ ايوه. لو انت هتجيب لي ساحر كمان؟ ساحر هنا في بيتي؟ فندم انا اللي هعمل لك ساحر واخد عينيك في ايديا. انت مجنون يا سيباسيوني ساحر؟ فندم بص، شايف العيال ومسجنين بره على الاخر والخلطة ماشية زي الفل عشان خاطر يا فندم. هم دول عيال، دول عيال سفلة جايين. انت بتغمزني زي يوم الحرز جايين. وازيك يا ابو العزايم؟ وايه القمصان دي المسخره؟ ميه وبحر يا راجل، ده احنا بريدنا يا راجل. انت جميل. ايه بس يوني سايبيننا واقفين هنا ليه بقى؟ سايبينكم معقوله؟ ده انا كنت بتكلم مع عزمي في موضوع كده. يا جماعه هاف فن، البيت بيتكم، خدوا راحتكم، كسروا الحيطان، اعملوا اللي نفسكم فيه. مش انا كنت خايفه يعني لا يكون القبطان عزمي بيه يعني متضايق من وجودنا ولا حاجه. القبطان عزمي بيه؟ لا يا جماعه، احنا نشيل الكلفه بقى. قولوا له يا وادي عزمي، يا ابو العزايم، يا زوبه. عزمي ده راجل هلاس طول عمره ويحب الهلس، مش كده ولا ايه؟ اه طبعا، ده هفن 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 هفن. طب على اذنك بقى يا عزمي باشا، انا وانجي عايزين نقول كلمتين كده على جنب. ها طيب، وهتسيبني هنا لوحدي؟ اسيبك ايه؟ مايا خدي راحتك على الاخر. طب ايه يا مايا على الاخر؟ روحي هفن معاهم، هفن، روحي هفن. هفن معاهم. سيادة القبطان، عاوزه ايه؟ انا خلاص قررت تعلمني الغطس، يلا غطسني غطوسه. ايوه مفيش انابيب تشيل الحجم ده، هحاول اشوف لك فنطاس يقدر يشيل ان شاء الله. لا انا عايزه اغطس دلوقتي. فين؟ هنا؟ ايوه في الشقه. عاوز تغطسي في الشقه؟ يعني انا مش هغطس. كسرت المكتب.
الله حلو قوي الجو ده يا بسيوني. انا فعلا كنت محتاجه تغيير. يعني هو ده التغيير من وجهه نظرك؟ اوف كورس. واحد يعني لازم كل فتره كده يغير من موده، يعني يعمل كده حاجه اورينتال عشان ما يزهقش. بس على فكره يعني التغيير ممكن يبقى مش من بره بس. بسيوني انت عمرك حبيت بجد؟ هو في حب بجد وحب كده؟ طبعا الحب اللي بجد هو اللي يستاهل ان الواحد يتغير علشانه. مسافره وعامل حفله بس حازم جالك على غفله. ما تفهمش غلط، انا بعمل كل ده عشان مصلحتك ومصلحه اختك. صدقني مصدقك طبعا يا بيه، بس انت المره دي فرطه منك جامد يا بيه. مش لما انت ليك في النظام ده تقول لي برضه حازم حازم حبيبك؟ نظام ايه؟ هظبطك. انت فاهم غلط. على العموم بص يا حازم، انا هشرح لك كل حاجه بعدين. تشرح لي ايه يا باشا بلبس الالعاب اللي انت لابسه ده ساعتها؟ حلو. طبعا يا باشا ماشي مع الشبكه اللي بره. شبكه ايه؟ الشبكه يا باشا اللي بره يا باشا، عشان كده حضرتك حاططني في الاداب عشان اتستر على جرايمك. يا بجل افهم، انا فعلا ابتديت اجراءات نقلك، بس انت ساعدني. نقل ايه يا ابي وتكلفه ايه؟ كنت مثل الاعلى وخلاص انهارت يا سفاح الاندر ايدج. اخرس ولد حازم. عزمي عزمي حبيبي وحشتني. عزمي انت نمت ولا ايه؟ روحي دلوقتي ما وحشتكش يا حبيبي. وحشتني بس. ايه ده؟ فظيعة قطك دي. ها قطك. ايوه سريرك ده. والحافي بجد. أيوه. بجد يا عزمي. أيوه. وحشتني موتي حبيبي. وحشتني بس روحي دلوقتي. بعدين بقولك يا عزمي. نعم. الجو ده ما بيصيرش جواك اي مشاعر ناحيتي. مين دي يا عم المسير؟ دي مجموعه من الاندر ايدج جايه تسلم عليها. ربنا يوفقك يا باشا. طيب. نعم. طول عمر الاولاد معايا بتاكل، شكل الشايب كده هو اللي هيقش. طيب بعدين اقش ازاي وفي جوكر واقف وراكي؟ ايه ده؟ مين ده؟ انا ناجي صاحب عزمي، كنت معاه في الفصل. مش فاهم اللعيب الكسيحه ده، يعني معمول له الحفله دي كلها مخصوص عشانه؟ انا مش فاهم. لا مؤاخذه، انا اسف جدا. انا اسف. هلسه هانيه، عايزك في كلمتين بعد البرنامج. وانا تحت امرك بعد البرنامج. يلا يا رب. مين البت دي؟ دي بنت مذيعه شايفه نفسها حبتين. شايفه نفسها؟ تقف قدام المرايه كتير يعني ولا ايه؟ حتى حطيتك تاني؟ خلاص البرنامج. اتفضل. مساء الخير. مساء النور. ازاي حضرتك؟ كيف المشكله؟ والله انا سعيد جدا، كل ما بشوف وش حضرتك بتفائل بيه، بخسر المباراه اللي بعدها. تخليك كده وتخلي المصور يقص لنا كام صوره كده لرز الهلال والاربعين حرام بتوع بسرعه. تحب اكلمه لك؟ انا اتعاملت تاني معاه مره قبل كده. عارفه مين اللي هناك ده؟ طبعا عارفاه، بكر العصفوره بتاعت رز الهلال. يا بنتي لا مش ده، التاني اللي جنبه. مين ده؟ ده بقى يا ستي بوشكش محفوظ اللي شهرته بوشكش، فرخه بكشك عند بكر ورشد هلال، معاهم في النادي. سمسار لعيبه ايه؟ عتيق، يجيب اللعيب من دول ما يقعدش معاه اكتر من خمس دقايق ويكون ماضي. كارثه بقى. كاريرو كوش دي بيه؟ كارياس. هجلة. وبجد فعلا بشهاده من الكابتن بكر، فعلا بفضل دي بجد. وبعدين بصي للعيب هنا حضرتك، لما تلاقي عنده الفك الشمال رامي على الناحيه الشمال، تعرف ان السمانه مقلوظه.
انجازات رشدي بيه هلال السنه دي مش في مجال الكره بس، لا ده في مجالات شتى. لانه بيعمل جمعيات خيريه، مستشفيات، وسمعتها واضحه. صحيح بيركز في الكره يعني، لان الشعب المصري طبعا بيحب الكره، احنا كلنا مصريين بنحب الكره طبعا. طبعا بحب مصر. بحب مصر. وحضرتك بتحب مصر طبعا، وانا بحب مصر. امال وحضرتك وكل ده وانا بحبك. انت اكيد بتحب مصر برضه. طبعا كلنا مصريين. كلنا مصريين من قلوبنا بجد. امال حضرتك حضرتك لو مسكنا دراع حضرتك ده وقطعناه كده، طيرنا بقيه كتعه، هينزل ايه من دراعك؟ دم. الدم ده فيه ايه؟ كرات حمراء وكرات بيضاء، يعني اهلي وزمالك. مصر تحيا مصر بجد من قلوبنا. شيل ايدك، شيل ايدك. هو عادي عادي تقع في مناخيرك كده يا بابا؟ انت فظيعه هتقع في مناخيرك. كابتن بوشكش. ايوه فندم. هل ممكن نروح لكاس العالم؟ احنا مش هنروح لكاس العالم، احنا كاس العالم هو اللي هيجي لنا وفي تاكس. واحنا فعلا قدرنا نتعاقد مع 7 لعيبه سوبر، اهمهم واعظمهم على قائمه الموجودين كابتن مناخيره. شيل ايدك كابتن سلعاوي. بجد يعني هو ده اللي احنا، وان شاء الله باذن الله فاضلنا في الفتره الجايه يا دوب حارس مرمى، ولا كده قدرنا نبقى جاهزين للموسم الجديد. بس كابتن بوشكاش ناقصنا جون كمان. طب يا ستوب ستوب. ايه يا كابتن بكر؟ ايه مالك؟ ما حارس مرمى هي يعني جون. إيه؟ ما تتكلمش في مواضيع دي، خاصه المواضيع دي. الله يا ناصر يا كابتن بكر. وانت يا عم شيل ايدك من مناخيرك. استني واحده لو سمحت، انت عايز تمخرب قول ستوب، بيديك 5 دقايق نخربها على جنب. مش اكشن تسجيل تروح تضرب صباعك بتطير صاروخ في الفضاء. انت ايه؟ انت ما بتحسش يا اخي؟ انت مش بني ادم. كابتن بوشكاش، بما انك وكيل لاعبين وميز، ايوه ممكن تدينا فكره عن مشكله الحضري؟ سؤال ذكي جدا على فكره. بالنسبه لموضوع حسام الحضري، حسام عصام الحضري. ايه ده؟ عصام الحضري. لا دي فكره خاطئه زي ما حصل عند كل الشعب. هو مش عصام، هو حسام. عصام ده كبير، انا سالين انا عارفه. الاثنين توينز يعني توأم، تعرف الانجليزي؟ اثنين توينز يعني توأم الاثنين. هو واحد سابق والتاني قبلها ب4 سنين. ده ساعات بيبقى حسام الحضري وفي البريك بيروح منزل عصام الحضري، فتحس ان الواد فيتنس جامد. انما هو اثنين، واحد نزل قبل واحد ب4 سنين. فهي دي المعلومه اللي ارجو ان انا بصلحها عند الشعب المصري كله وكل الجماهير الحبيبه العاشقه لنادي الترسانه. ايه ده؟ كان بيلعب في الاهلي. شيل ايدك من لعبه في مناخيرك. يا نهار ابيض، انا سايب خطيبتي في الشارع بقى لها ساعه مرطوعه، هروح لها دلوقتي وهظبط لك المشوار قبل ما امشي. طب بس اوعى تنسى. لا عيب، يلا هشوفك. سلام. سلام. شيك ب 20 مليون دولار. مسيو جان، تعاملاتكم الشيك دي بتخليني افكر ان انا ابني مستشفيات خيريه اكتر عشان اقدر اوفر لكم كميات الميلاتونين اللي انتم محتاجينها. وبشكر ايضا الكابتن الكبير بتاعنا اللي على راسنا كلنا كابتن رشدي بيه هلال على المجهودات العظيمه اللي قايم بيها عشان خاطر السنه دي نقدر ننافس تماما وبالظبط ننافس في زي السنه اللي ديكها وزي السنه اللي فاتت بالظبط يعني. انا مبسوطه قوي ان انت جيت. ما انا ما اقدرش افوت اي حفله، انت عارفاني. طب تحب بقى اقول لك يا بيسو ولا يا كابو؟ بيسو. لا كابو احلى. ماشي يا كابو. بقول لك ايه، تيجي نرقص؟ ها يلا نرقص. معلش اذا كنت غلست عليك الصبح، بس الصراحه انا كنت قاصد. عادي، انا متعوده على كده. حلو اللي انت عاملاه في شعرك ده والالوان، بس مش غريب شويه؟ عجبك النيو لوك اللي انا عاملاه؟ الايه؟ النيو لوك. بص انا عاملاه مخصوص عشان الحفله. والله كلفتي روحك، بس الصراحه الصرف باين باين. وانت مين بيعمل لك النيو لوك؟ ها؟ الشعر الستايل. صبحي. مين؟ الحلاق بتاعي، بروح له كل يوم جمعه بعد الصلاه. شعر دق فوطه سخنه بيظبطني. يو ار سو سويت يا بسيوم. حلوة قوي الحفلة بتاعتكم دي، يعني انتوا كل يوم كده؟ على طول، احنا كل يوم حفلة عند واحد من الشلة. على فكرة طارق شكله زعلان من اللي حصل النهاردة. سيبك منه، هو على طول كده عامل فيها زعلان. لا يعني انا خايف اكون انا السبب في الزعل بينكم. زعل بينا ليه يعني؟ ايه اللي ليه؟ هو انتوا مش مرتبطين؟ لا طبعا مش مرتبطين، طارق ده ما بيرتبطش بحد، طارق عايز كل حاجة تبقى بتاعته وبس. بيني وبينك مامته مربيه على كده. شوفي، وانا اللي كنت فاكر يعني ان انتوا الاثنين. لا مفيش ولا اي حاجه اصلا. اصلا اصلا انت يعني مفيش حاجه خالص خالص.
بقول لك ايه يا بسيوني، ما تيجي افرجك على الفيلا بتاعتنا؟ طب ما تستني بعد البوفيه. ايه خلاص قبل، اتفضلي. هاي مامي. هاي انجي. مساء الخير يا فندم. لا عادي خلاص، بتبقى عادي طبعا. شوف العيال ومؤيستهم واخدين راحتهم على الاخر ولا كاننا هنا. حبيبي ايه يا عم مالك زعلان من ايه؟ من قله يعني البنات في الجامعه يا سيدي؟ لو بيغرك الرفع اقسمني اتنين يا ماي. اقول لك 100 مره انت زي اختي. يوه. ايه يا عم طارق، ماي بتضحك معاك؟ وبعدين ايه يعني لما الراجل طحنك؟ انت هتستهبل؟ اوعي يغرك زي ما يغر انجي، لولا السجارتين اللي ضربهم كنت طحنته يا سيدي. ولا يهمك، انا معتبرك طحنت. اوه لسه معاك طابع؟ معايا، بس انت افورت النهارده. كبو يا بقى فيها كبو. اخلص فاتقين. انا خد الفكره بقى، انتوا مغرورين في الواد ده وانا هوريكم. الله معاك. ماشي يا حلو. اقول لك حاجه؟ ايه؟ انا مش متفائل. ودي بقى يا سيدي اوضتي. ايه رايك بقى في بيتنا؟ دي صورتي وانا عندي 3 سنين، ودي وانا عندي 5. مين دي؟ دي ما اعرفهاش. تعالى افرجك على بقيه الصور. ده باباكي ها؟ دي لما كنا في امريكا. ودي مامتك عادي؟ بس دي لما كنا في فرنسا. قولي لي انجي، انت بتجيبي حاجتك منين يعني؟ حاجات ايه؟ حاجات دماغ طوابع. لا الحاجات دي احنا ما بنجيبهاش، هي اللي بتيجي لحد عندنا. ما شاء الله يا هاني، قلبتي البيت كباريه. انت ايه اللي جالك دلوقتي؟ مش تبقى تتصل قبل ما تيجي؟ اتصل عشان اجي بيتي. خلاص بقيت انا الضيف واصحابك هم اصحاب البيت. فين انجي عشان تسمع الكلام ده؟ دي واحده يا عم. بإذنك. على فكره حضرتك عندك حق، بس دي غلطتك من الاول. مش معنى انك منفصل عن طنط تسيب الحياه بايظه قوي كده. ها انجي واخده راحتها على الاخر، وانا مش شايف فيه اي حزمه. واضح من الصور دي ان باباكي بيحبك قوي يا انجي. ايه ده حلقي واقع؟ وريني كده بسيوني. ممكن تركبهولي؟ انا الصراحه اصلي يعني اول مره اشوف حلقان بتركب في الحواجز. ده الستايل. هاتي حاجه كده ركبه بس. فين اللي بيحصل ده؟ بابا. ها؟ ابن حلال، لسه حالا كنا جايبين في سيرتك. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ مين الحيوان ده؟ شفت؟ اهو ده اللي انا كنت عامل حسابه، ان حضرتك تفهمني غلط. حضرتك انا كنت بركب لها الحلق حواجبها. بابا من فضلك مفيش حاجه حصلت تستاهل ده. اسكت انت يا انجي، اسكت انت، مالكيش دخل. الندب ده هو اللي غواكي ولو شرفي. والله ما في نقطه ميه ترتشت على شرف سعادتك، انا لسه عارفها النهارده الصبح، يعني ما حصلش حاجه. وانا هستنى لما يحصل. تعالى هنا اهو. ايه اللي دخلك اوضه بنتي يا حيوان يا واطي يا حطير؟ مسافر كمان عذرك. انا غلطتي ان انا سالتها واحنا طالعين، يعني ماما نظامها ايه؟ قالت لي عادي. ماما عادي طبعا عادي. ما هو الحق مش عليكي، الحق على اللي ربيتك ربايه سبور. اتفضلي يا هانم، شوفي التربيه السبور اللي ربيتيها لبنتك. كفايه بقى فضايح، مش ممكن. ايه التخلف اللي انت فيه ده؟ تخلف ومع صاحبها ليه ان شاء الله عايشين في امريكا؟ على فكره واضح ان هما مش متفاهمين خالص يا انجي. ايه يا بابا؟ بس يوني زميلي في الجامعه عزمته على حفله فيها ايه دي؟ اتفضلي يا هانم، بقى دي اشكال تصاحب بنتك؟ وانا بعرف قصادك، ما انا واقف اهو. احنا اللي اشكال برضو. نسيت ام ميمي؟ ام ميمي؟ مين ام ميمي دي؟ دي الخدامه بتاعتنا. خدامه ده انت طلعت لازم تهدلها فيه لو عامل مش علينا. ام ميمي ده انا كويس اني عايش معاكي. ام ميمي ده انت بتقوله امك ايه؟ انا هجيب لكم ضابط. ايه ده؟ عشتك عشت مني يا شيخه. ارحموني بقى، فضحتوني قدام زمايلي. انتوا مش هتبطلوا بقى ليه كده؟
عم شفيق روح انت بقى، انا هتغدى بره. ماشي يا فندم. حبيب مامي القمر. هو الراجل البامبا اللي كنت واقفه معاه ده مين؟ ده السواق بتاعي، ما انت عارفه. السواق بتاعك؟ بتاعك من زمان يعني؟ ايوه طبعا من زمان جدا، من وانا قاعد كده. لا يا شيخ. ايوه طبعا. اسمه ايه؟ عم شفيق. ده بجد السواق بتاعك؟ ايوه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ في ايه؟ مالك؟ لا اصلي حاسس انه بتاع حد تاني يعني. ليه؟ هو في حد تاني ولا ايه؟ لا يعني مالك؟ مفيش، حاسس انه. طب بقول لك ايه؟ انا لبست الجزمه هو مخصوص عشان تعلمني السواقه. سواقه ايه؟ انت مش بتعرفي تسوقي؟ لا طبعا ما بعرفش اسوق، امال معايا سواق ليه؟ طب لزوم ايه تتعلمي؟ ما هو عم شفيق ده بيوديك ويجيبك. وانت قلت لي لازم اعتمد على نفسي واتعلم السواقه، عشان مش كل شويه حد يقول لي انا لازم اعمل لك كل حاجه، لازم اعمل لك كل حاجه. طب معلش يعني ما تتعلمي على عربيتك الاول اسهل، علشان هي اوتوماتيك وبعد كده. لا ما ينفعش، عشان انت برضو قلت لي ان انا لازم اتعلم السواقه على اصولها على عربيه مانيوال، وانا عربيتي اوتوماتيك. وبعدين كويس انها جت في الصاج. يا ريتها جت فيا ولا جت في الصاج. يا ريتها جت فيا انا ولا جت في الصاج. بعد الشر عليك يا حبيبي. خلينا بقى نتكلم في المهم. انت هتيجي تخطبني من بابي امتى؟ نعم ارحمك. اخطبك ايه من خطبك؟ وبابي؟ بابي مين؟ انت مش ابوكي ميت؟ بعد الشر عليك يا بلبل. دي مامي هي اللي ميتها. مامي هي اللي ميتها؟ كده انها ميته؟ هزيتيها كويس لحسن تكون نايمه ولا حاجه؟ انا فاكر اخر حاجه كانت نايمه. نايمه ولا ميته؟ لا ميته. لحسن تكون يا بلبل الخطه اثرت على دماغها، ولا انت بقى بتتهرب ومش عايز تيجي تخطبني؟ يا ستي لا، يا ستي لا، يا ستي لا. طيب انت قلتي لابوكي اللي هو لسه عايش ده ان انا فاقد الذاكره؟ ايوه طبعا قلت له. وانا اخبي عليه حاجه زي دي يا بلبلي؟ بلبلك؟ لا انا مش بلبل حد. ياسمين اتأخرت كده ليه؟ انا اصلا خلصت جري. مش مشكله، انا تيجي معايا، ده انا معايا كتير جدا. يا سلام، ومالك بقى تعبان كده ليه؟ انا باجي من بيتنا تعبان اصلا. بقول لك ايه، ماما عايزه تقابلك. طبعا يا سلام، اوكي ايه المشكله؟ ماما مين؟ انت مش امك ميته؟ فلا الله ولا فعلك يا اخي. بعد الشر ده بابا، واضح ان موضوع الذاكره ده بدا يتطور وحالتك بقت خطر قوي يا بلبل. صعبان عليا قوي. بقول لك ايه، انت قلتي لمامتك الله يرحمها عن الموضوع اللي بينا يعني، قلت لها ان انا عايز اخطبك؟ لا حول ولا قوه الا بالله يا بلبل. يا حبيبي احنا مخطوبين اصلا. يا عيني. امتى مخطوبين؟ ايه؟ استني بس، تيجي تقولي كلمتين وتمشي. خطبنا امتى؟ انت كل شويه هتقف، مش كفايه بتنسى؟ ايوه مخطوبين. يلا مخطوبين. طب المرحومه ما قالتليش عايزاني في ايه؟ انت ان شاء الله هتبقى تقول لك هي عايزاك في ايه بالظبط. في ظروف واحد زي حالاتي كان فاقد الذاكره قبل كده، كان الطبيعي والاقرب ان انا اشك في ذاكرتي وما اشكش فيهم، وهو ده اللي حصل. ويا ريتني ما سمعت كلامي. ايه مالك؟ عملت بحلق فيا كده ليه؟ طب هي مامتك اللي هي تخينه كده وسمينه كده شويه من تحت، ها على شكل هرمي كده شويه،
هي هي صح. آه. ايه يا بنتي؟ قومي هاتي الشاي من على النار. حاضر يا ماما. حبيبتي طولتي ما شاء الله. طولتي وهدومك اسرت عليكي. اهلا يا بني. اهلا يا طنط. طب مامي والسكر فين؟ يا سكر ايه السكر اللي انا فيه ده؟ نبيل برضو مش كده؟ أيوة. نبيل برضو مش كده؟ أيوة أيوة كده علي صوتك شوية. هو ده بقى بلبل يا بابي اللي حكيت لك عنه. أهلا بلبل. أهلا أهلا منور يا بلبل. يا بنت بتجيب لنا حاجة نشربها. السكر حد يعرفه في الدور؟ راح فين يا ابني؟ لا السكر فين؟ السكر دمه خفيف سكر. على فكرة أنا سألت عنك وعرفت انك شاب ممتاز ومثقف وواعي كمان. شكرا يا عم ربنا يخليك. وعشان كده بقى الحقيقه انا يعني كنت جاي عشان اللهم صل على النبي اتقدم و لان انا بصراحه يعني معجب معجب بيها باللي شايله الصينيه دي. المهم دكيكه الاسره اللي كانت راحت فين؟ هي دي بنت حضرتك صح؟ وما صيدها من البحر؟ مش هقول لنفسي يعني صح يعني صيدها من البحر. لا هي مدككة هي والله هي. طب قوم بس قوم بص هوريها لك اهي اهي. اقعد يا بلبل. الو ايه يا هل موبايلي؟ لا انا قافله بعملها ما بعملش حاجه يا هل. كنت بعوم في الصاله شويه. الشقه بتاعتي غرقت يا هل. ما اعرفش في ماسوره ضربت ولا نسيت حنفيه مفتوحه ولا ايه. سيبيني يا هل سيبيني في اللي انا فيه. ياسمين اهو ده انت اللي معطل. بليز اتفضل مفيش وقت. هو لا يا عم اسمح لي اتفضل. يلا يا بول ما تقوليش كلام. لو سمحت يلا يا بول. طيب راح
مش عايزه نط. لو بتحبني تنط. هيفرق معاكي؟ ده انا اللي قلقت عليك. قلقت عليا انا؟ ليه؟ يعني الموقف قدام الناس وابوك وامك يعني. لا الموقف ده عادي، الموقف ده بيتكرر كتير، انا واخده على كده. انا افتكرش اصلا ابويا بتيوم في البيت. انت عارفه بسيوم، انا علاقتي بابويا كده مش زي علاقه ابو وبنته، بس كده احسن. خديني بخرج بعمل اللي انا عايزاه، بشرب. طب وماما؟ ماما مالها ماما؟ دي ماما دي زي السكر، ماما دي انا وهي موبايلات على طول. تصحى من النوم تديني موبايل، تخش تنام تديني موبايل، وانا برضو بديها موبايلات يعني. وبعدين بقول لك انت هتطير شويه الدماغ اللي انا عاملاها. عندك حق. طب ولع لي بقى. حاضر. اشربي بالمون. ايه يا بسيوني واقف كده يعني ما بتضربش ولا انت عامل دماغ لفت؟ لفت؟ لا انا تقدر تقول يعني دماغ الطوابع والحاجات دي، دماغ فافي تنفعنيش. انا احب يا بيه اظبط دماغي كده في مكان خاص واجيلك فريش. دماغ بلدي. بلدي؟ الله يا بسيوني نفسي اجرب الدماغ البلدي دي. خلاص احنا بكره عندك. يا مايا حمزه دماغنا بكره عند بسيوني. يا ست استني. ولا انت رجعت في رايك؟ لا رجع ايه يا جماعه؟ حصل بسيوني بكره عازمنا عنده على دماغ بلدي. بكره بلد قشطه يا مايا. لا 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 خلاص مش هينفع. يلا نروح دلوقتي. يا ايه ما ينفعش حد يا ستي بتقول لك بكره انت حاولي. معلش الزمن عندها ضغط يا عمي. يلا انت راخد يلا ركبتي وهو من هنا يلا هات من هنا. ده مش تقرير ضابط، ده تقرير اخصائي اجتماعي. الكلام ده تروح تقوله في همسة عتاب. يا فندم يا فندم اقرا التقرير بتمعن. قريته قريته. حبه؟ حبيته. من قلبك؟ حبيته يا فندم. اها بحبك. مش بحبك. من قلبك بحبك. لا كده مش من قلبك. بحبك. في ايه هالظابط؟ انا مالي وما ظروف العيال العائلية؟ انا هتبناهم؟ انا ما تهمنيش ظروفهم، انا كل يهمني المخدرات. فين المخدرات يا هالظابط؟ فين المخدرات؟ اتفضل. يا نهارك اسود ومنيل، ايه اللي انت شايله ده؟ فرش. فرش؟ فرش حشيش يا فندم، مالك تسيبها وخدها يوم السبت. نعم؟ لو مش فاضي السبت خدها لحد، أمان يعني. شكلك هيحبسنا الاثنين الصبح. إيه ده؟ يا فندم ده اللي هيوصلنا طريق المخدرات، توليفة عاملها عند العطار كده. وعملت كده ليه؟ اللي ليه اتزنقت؟ العيال اتورطت معاهم يعني وعايزين يعملوا دماغ بلدي وعلى حسابي. فتصرفت. أنت اتجننت؟ بقى بدل ما تعرف العيال دي بيجيب المخدرات منين؟ تشتغل لهم أنت تاجر مخدرات؟ وبعدين العيال المدمنين دول هيأثر فيهم شغل العطارين اللي انت عامله الفالسو ده؟ يا فندم ده مفعوله كده. استنى مفعول ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه؟ ده انا لافف لك جوينت الصباحة. مين؟ فلتر كرتون عريق اول ما تصحى ولح. انا ما بشربش الحاجات دي يا فندم. اسمع مني. ما بشربش الحاجات دي. هولعه لك انا. انت ثابت يا هالظابط بتاع ليه ما تولعش في بيتي ابدا؟ انا هحولك للتحقيق فورا يا فندم. انا هوريك شغلك. على الكسفه اللي انت فيها يا حازم. حازم هبت ايه؟ في ايه يا حازم؟ معلش يا بيه، اصل انا سمعت بسيوني بيزعق فقلت يمكن بيزعق لحضرتك فاندفعت يعني. لا ابدا، احنا كنا بنشتغل انا وبسيوني. خد يا بسيوني الحرس ده، رجعه المكتب عشان نبقى نعدمه. ها؟ عشان نعدمه. انت بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ مش فاهمك. علشان هخنقه قبل ما اعدمه. عشان مش عاوز يفهم الحرز. ايوه علشان هنعدم. ايوه لفت لك منه الصباحه. ايوه ابو كرتونه. كده هضربه بالنار قبل ما اعدمه. تعالى ورايا الحرز. ايوه تعالى ورايا. حاضر. ما تشنقوه احسن يا باشا. انا مش هستنى نتيجه التحقيق، انا هضربك بالنار. يا فندم يا فندم افهمني، ما قداميش حل تاني، لازم اعمل الحفله عند سعادتك هنا في البيت. ده انا لو مراتي عرفت هتذبحني. يا فندم عشان المهمه دي تنجح انا عايز قلبك يبقى قلب اسد. ما
خربش تفوت في الحديد. مش ده كلام سعادتك اللي قلته لي؟ وانا لا يمكن اسمح لك انك تحول بيتي لجرسونيره. البيت ده اللي عمره ما دخلت فيه واحده ست غير مراتي والشغاله واحيانا حماتي. ده لو اعتبرت ان دول ستات جاي بعد العمر ده كله تدنسوا انت. خلاص يا فندم مفيش مشكله، انا هطلع السيد مساعد الوزير احطه في الصوره وافهمه ان المهمه بتبوظ عشان سعادتك مش متعاون معايا. اعلى ما في خيلك اركبه. يا عيني يا لا لا يا لا لا يا حسومة. ده حازم. اما اللي هيكون عمرو. مين؟ عمرو شارب اصطباحتك الجركة ابو كرتون. يا فندم الاصطباح اللي عاملها لك بتاعت العريق دي يعني كان زماني انا مطرحه. فندم والنبي يا فندم اعمل معروف بقى، خلينا اجيب الولاد هنا ونعمل الحفله هتفضح. اللي انت بتقوله ده لا يمكن يحصل الا على جوز عيال. مساء الخير. مساء الخير. هلو ازيك؟ هاي 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 هبس بوبا. ازيك؟ صحابي جدا بول جدا. هما اصحابك دول ايه؟ ما لهمش اسم برايفت نمبر ولا ايه؟ انت ايه؟ ما بتحبش اللمه؟ انا لا بالعكس، مين قال لك؟ انا بحب اللمه جدا. عارفه بتبقى فيها دردشه وناس كده، بنقعد نخش في مواضيع ونطلع مواضيع ونفتح في مواضيع ونتكلم كلنا في نفس واحد وما نبقاش سامعين بعض، فنضطر نعلي صوتنا فيجي لنا صداع. انا شخصيا بحب الصداع خصوصا لو نصفي. مساء الخير يا فندم. تحب تاكل ايه يا فندم؟ يا ابني اتأخرت كده ليه؟ انت ايه كنت بتعزي؟ ده انا جعان جدا. شوف بقى هناكل ايه؟ هناكل سوشي وش. جرب. لو سمحت هات لنا 2 اوردر سوشي اعمل لنا سيلكشن. استنى بس خد يا عم، كنت بتعزي انت. يا ستي انا ماليش في السوشي ده. لا ان السوشي هنا حماده هيعجبك قوي. حماده مين وانا هقدمه في المدرسه؟ قول له ماليش فيه. ماشي. طالما انت اللي طلبتيه يبقى حماده. ايه ده يا بلبل؟ ايه؟ تاكلك حساسيه من السوشي؟ حساسيه في السوشي؟ فين؟ في وشك. ايه؟ في وشي انا؟ لا يا شيخ. ايه ده؟ ياسمين ده؟ واحد تقولي حماده حماده اهو، حماده لعب في وشي اهو. ها؟ ها؟ بس عارف؟ اجمل حاجه انك تجرب مع اللي بتحبه الحاجه اللي هو بيحبها. ايوه مع ان السوشي ده جاب لي تسلخات. معلش. بس كفايه انك حاولت عشان خاطرها، مش قلت لا وخلاص. طب بقول لك ايه؟ ما تجيبي نص رغيف ها؟ حط لنا فيه شويه طبخ على فلترين ثلاثه كده على ورقتين بفره، هاكل سندوتش سجاير. حسبي الله ونعم الوكيل. ياسمين اتاخرت كده ليه؟ ده لسه هيبهدلك. ازيك يا رزق؟ ازيك حضرتك؟ بصي بقى يا مجدير، بس انا غرقان في شبر ومايه. دلوقتي انا عايزك تحددي معايا بالظبط لون من الالوان دي يمشي هنا مع الجو العام. عارف اللون الاوف وايت؟ ايوه. النسكافيه. بس يا انا مش عارف غيرك عالم بيه. ادهن لون النسكافيه ده يا رزق. ايه لون النسكافيه ده؟ يعني لونه ايه يعني؟ مش عارف. هي اللي قالت يا بني ادم هو اللون في ايدك ده اللي انت بتشربه. اسمه نسكافه. انا ما هقولك. بعتذر لك. ادهن لون نسكافه. الله، بص اللون بقى جامد ازاي. حلو يا رزق، تصدق حلو. انا ما كنتش متخيل ان هو يطلع بالروعه دي يا باشمهندس. حلو لون النسكافة ده. بس انت ليه بتاخد لبن كتير كده؟ ازيك يا ياسمين؟ اهلا. هاي بني، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. بول، خلصت رسومات المعرض؟ خلصتها كلها، بس بصراحه يا رانيا انا جيت في الاخر ووقفت. ليه؟ يعني قلت امشي رجلي شويه. حبيبتي اطلعي على المكتب خليهم يعملوا لك منها برنت اوت. طيب مش عايز مني حاجه؟ لا خلاص مشيت. يلا باي باي. تشربي شاي؟ لا ماليش فيه، عشان نسكافيه. اعمل لك ولا نلحس من على الحيطه؟ لذيذه قوي رنا دي على فكره، وشيك حاجه تشرب يعني. هو انت ما بتغيريش يا ياسمين؟ انا غير؟ ليه؟ طب ما هي قدامك من زمان، لو كنت عاوزه كنت اتجوزتها. يا سلام. انت
انت ما عندكيش فكره، اصلا الغيره دي بتخنقني. احسن حاجه فيكي انك ما بتغريش على فكره. بابا عايز يقابلك. لا والله. اقابل امه، اقابل حضرته يعني، ماشي هحدد له ميعاد. اوكي، هي عايز يخطبك؟ قول لي يا بول. ايوه يا عم. انا عايز اسالك سؤال مهم جدا. اتفضل. انت اصطدت قبل كده؟ والله يا جلال بيه احنا عندنا شاليه صغير كده في الاسماعيليه لما بروح بصطاد. جار؟ لا لا بوص. خوص. بقول له جار يقول لي خوص. خوص ايه؟ لا يا عمي لا. استنى يا ابني لما اخلص ضحك. خوص. خلصت؟ خلاص. بوص، انت كل ده كنت بتضحك غلط. ما انا فاهم. خوص برضو. اتفضل اتفضل يا بوس. بوس بوس. امشي. ايوه اركن على ايدك اليمين اهو كده. تعال اتفضل. ما شاء الله ما شاء الله. اهلا بلبل. اهلا اهلا. ما شاء الله يا عمي ما شاء الله، حلوه قوي الفلوكه دي. على فكره انا بحب الصيد مش السمك، عشان كده انا اتجوزت 3 مرات. طبعا ما تقوليش انك بتحب الصيد زيي. طبعا. امال انا اصطدت ياسمين ازاي؟ طب بعيدي بعيدي. احنا ايه مش هنتحرك بقى ولا هي دي الخروج؟ هنفضل قاعدين كده عليهم كده. امال فين ابوك؟ تحت. بس ايه رايك في بابا؟ والله لذيذ بس عارفه اوفر شويه. اوفر يعني ايه؟ بس بقول له مش عارف ايه، قال لي استنى لما بطل ضحك وانا بخبط عليه وباخد دوش. لا هو بس بيحب يدي كل حاجه وقتها بالظبط. اه لسه كمان بقى لما ياخد عليك هيحصل ايه؟ هيفك. هيفك ويحصل ايه؟ ما هيفك هيجري يعني. احترم نفسك. بلبل اهو. فك فك. اجري اجري. اهلا كابتن بلبل. شويه. اهلا اهلا. منور اعالي البحار. بوجودك والله بوجودك يا عم. هات لي كل ما غير. ايه ده لقيته ايه، كنز ولا ايه؟ احنا هنا يا ابني بنصطاد بجد. انت شفت الطعم اللي بنصطاد بيه؟ انا ما شفتش حاجه خالص لحد دلوقتي لسه. طعم جمبري جامبو. واو. صبيت جمبري وصبيت. هتصطاد الجمبري والصنبيت؟ طب على كده هتصطاد ايه بقى؟ رز. على فكره انا قلت رز هتطلع بتضحك تاني غلط. حضر الطعم عشان نصطاد. تعالى معايا. حاضر. احنا هنا بنصطاد تونه وهغديك منها. تونه؟ عايز تغديني تونه؟ بتاكل السمك جمبري وصبيته هتغديني انا تونه؟ لا انا هتغدى طعم. خليني مع السمك احسن. ٣٠ سنه صيد عمري ما اصطدت سمكه زي دي. ودي تعمل كام علبه تونه دي يا عم؟ تونه ايه؟ دي قشره بياض يا ابني. طب تعمل كام علبه قشر بياض يعني؟ انا لما ارجع هزل عمك عزيز ويسري وفؤاد، هزلهم كلهم واوزع عليهم الصور واقهرهم. ممكن اتصور معاه؟ طبعا يا حبيبي، اتصور على ملبس وارجع واتصور انا كمان. ماشي ماشي. اوفر بس. ثانيه واحده. يلا يلا. سمايل. فعلا فعلا سمكه رهيبه رهيبه. هلا بلبل انا جاهز للصوره التاريخيه. فين سمكتي؟ ها؟ انت فين سمكتي؟ ماليش دعوه بلبل. وقع. طب هتعالوا بالتدريج. طيب هي وقعت هنا لما انت اتاخرت فزيت ومشيت. ما انا عايز اصور جنبها. خد صورتي خد صورتي يا عمي، انا مش عايزها. هقول ليه يا عزيز يسري دلوقتي؟ في فؤاد كمان حضرتك كنت عايز تغيظه ولا ده مش فارق معاك انك اهدى 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 اهدى. ولبس قميص جديد وبتاع. هنلاقيها هنلاقيها يا عمي ان شاء الله. هتروح فين؟ هنلاقيها. هتلاقيها هنا ولا هنا ولا حاجه. هنلاقيها يعني اصطاد هيصطاد غيرها. اهدى اهدى بس يا عمي اهدى. اهدى. اوفر فعلا اوفر يا عمي. يعني الجمبري موجود والطعم موجود والسمك موجود. نصطاد. احنا جايين نصطاد. ما احنا واحنا جايين احنا جايين نذاكر. احنا جايين نصطاد رحله يعني. ايه يا عمي نصطادها تاني نصطادها. لا مش دي التانية. خد ابيض واسود. عايز سمكتي.
معلش احنا اسفين على الموقف البايخ ده. لا يا فندم ما فيش حاجه، احنا خلاص هنبقى اهل. جرنان اخبارها يا فندم؟ تحت تبتدي على ماذا؟ ما خلاص قلنا احنا اسفين، عاوزك بقى تصحصح معايا تشد حيلك. انا هشد حيلي واصلح غلطتي تماما يا فندم، يعني بس كان ليا رجاء عند حضرتك، بلاش حلايب، انا اساسا تعبان في الارياف. انت باين عليك متعب ولبط، ايه اللي انت شايله؟ دي حاجه بسيطه يا فندم، ان شاء الله الف سلامه على بنت سياده مساعد الوزير. هي عيانه؟ وحضرتك ما تعرفش؟ عندها ايه؟ صرع يا فندم. ايه؟ صرع يا فندم، صرع. الف سلامه للهارم الصغير يا فندم، ربنا يشفيها لساعتك. مش ده؟ مش ده؟ ورد ايه وهاني مين؟ ايه التهريج ده يا نجدة؟ ده حاجة بسيطة يا فندم، ده أنا الود ودي كنت اشتريت جنينة بحالها لبنت سعادتك. مالها بنت؟ هي مش عيانة يا فندم. مين اللي قال لك كلام الفارغ ده؟ الضابط بسيوني يا فندم. والله ما أعرف يا باشا إنك مخلف أساسا. هو لعب عليك يا نجدة؟ باين عليه لبط فعلا زي ما بيحكوا عنه. شايف سعادتك؟ شايف نظرة الشر اللي في عينيه؟ صقر يا فندم، صقر. خلاص خلاص، أنا متفائل بيه والوزارة كلها متحمسة له، بيقولوا إن ده هو الشخص المناسب. أنا عايز نتائج مبهرة، التزموا السرية التامة. ها، جاهزين؟ تمام يا فندم، على بركة الله. زلنا هالة وطموحها الأوفر، وطبعا خوفي لحسن الساعة تضيع مني، خلينا نرجع لها. يا بلبل بصي، هو عشان نبقى متفقين هي برضو ثابت عليا. يا بلبل. ايه يا بلبل يا بلبل؟ في ايه؟ وانت بتحفظيني اسمي؟ ما انا ما بقتش فهماك بصراحه، ما انت عارف مميزاتهم وعيوبهم، ما اخترتش ليه؟ انا قلت امل ايه؟ قلت مش جايز يكون ربنا بقى بيديني الفرصه ها علشان اعرف اختار صح. ان هم يبقوا معايا هم الاثنين في نفس الوقت، عشان يعني دي تبقى قدامي بص دي ابص دي، فاعرف في الاخر اختار صح. يا نهارك اسود، الاثنين في نفس الوقت؟ اعمل ايه؟ لا ده جواز يا امل، ده جواز، هو هزار. ولو يا بلبل برضه. بقول لك امسك امسك بس ما تقولي ولو يا بلبل برضه، بقول لك ايه؟ بس ايش عرفك مش جاهز؟ لو كنت انت في مكاني يا امل كان ممكن تعملي زيي. ايه؟ استحاله استخدم الاسلوب الحقير ده. بص يا سامح، انت فيك كل المواصفات اللي تتمناها اي بنت. عارف. ناجح وطيب ومستعد تعملي كل اللي انا عايزاه. انت بس وافقي وهتشوفي. ابراهيم انا بس محتاجه شويه وقت اكتر. اوكي يا امل هسيبك، بس ما تطوليش لحسن اسرع. ده انا لا اكتر من كده هزهق، سيبوني كام، قصدي سيبني كام يوم كده. خدي كل وقتك، هترجعي تلاقيني بحطت ايدك، قصدي مستني. كلنا مستنيين. زياده اسعار السمنه والزيت والبيض احسن من الموقف. ايه ده؟ انت بقيت استاذه في اللف. بس بعد ايه بقى؟ انا خلاص بطلت. بطلت بعد ما انا اتعلمت؟ ما انت حاولي تبطلي انت كمان. انا فعلا هبطل، وهبطل اسمعك، ومش عايزاك تقول اي حاجه تاني خالص. انت بتزعقي كده ليه؟ يعني وانا بضربك على ايدك؟ خلاص مش هحكي حاجه تاني خالص. سلم. يعني انت ما كنتش قادر تحدد مين فيهم الاحسن بس؟ يعني احكي ولا اسكت؟ احكي وانت ساكت. نعم، دي زي امشي وانا واقف كده يعني؟ حاضر يا انا، هحكي لك وانا ساكت. حاضر. ايه ده؟ انت فاتك اهم حته اللي انا حكيتها وانا ساكت دي. طب وانا بيحكي حبيبي بلبل؟ بلا بلبل بلا بتاع، عشان بعد كده تتعودي تسمعيني كويس وانا ساكت. في ازاي تفتح عليها الجرار وانا نايم كده؟ هنعمله ضرفتين، مش لازم ضرفه واحده، علشان بس الناس تعرف تدخل الحاجات، عشان ده باب خدمه ماشي. وده ما تعملوش 120، خليه 240 عادي، يبقى ضرفتين ماشي، مش مشكله. تعمل ايه دلوقتي؟ الو؟ ايوه انا عندك. انت في انهي محل من دول بقى؟ اصل
اصل صاحب الشغل جه فجاه واقف بره وكان طالب مني حاجات وانا ما عملتهاش فعايز يشوفني. طب انا مالي يا بلبل تاخدني معاك في النطه دي؟ طب اعمل ايه يعني؟ انت خدوها في الطريق هعود وانا في الهواء وانا بنط. طب خلاص انا هطلع اقول له انا لا مش هنا. لا 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 انا ما بحبش الكذب. وبعدين ما انا هنا اهو بالذات انا مش هنا. الله طب وبعدين ما ينفعش هالي تطلعي انت الراجل بصباص ممكن يبصبص لك وشويه شويه هتلاقيه بيجرجر معاكي في الكلام فمش هتحرجي هتاكلك هتقولي ده حكاله عشان تجامليه ومش بعيد تلاقيه راح حاطط ايده على كتفك فطبعا انت هتكسفي تقولي له شيل ايدك انت بتستهبلي احترمي نفسك. الله انا هطلع اضرب ام الجزمه ده. نعم مش وقت وقتنا احنا تحت الباب سيبي الراجل حط ايده على كتفك ما مش من هنا انت فاهمه هبعت لك تاني دلوقتي حالا تنام جامك عشان هي ما نامتش طول الليل. اوعي تمشي. ياسمين 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 هاي مالك موطي صوتك كده ليه؟ عشان الصناعيه بيحبوا يشتغلوا في هدوء. الصناعيه بيحبوا يشتغلوا في هدوء خالص. يلا يلا نمشي بكده الدوشه ده صح؟ يلا يلا يلا. ايه؟ جزمتي جايه دي. دي ايه وانت جايه مفرره؟ دي ايه ده جبس ده جبس. استنى بقى يا بلبل ما اقدرش امشي كده عيب. يلا ياسمين مش وقته مش وقته مش وقته. اهو اهو ياسمين اهو اهو. ايه اللي انت عملته ده يا بلبل؟ مش جازمه لازم تتوسخ اهو انا اسهلك اهو 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 اهو. خلاص يلا 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 يلا. نفسك وجيتي ليه؟ ما انا كنت هاجي لك على الحفله. انا قلت اعمل لك بقى مفاجاه في الحماده واجي لك قبل ما اروح الحفله عشان تشوفني. لا بعد كده اي مفاجاه قولي لي عليها الاول. طب مفاجاه ازاي يا بلبل؟ انا هبقى اتفاجئ واقول ايه ياسمين جت واعمل كده عادي. يلا بسرعه يلا يلا. يا نهار ابيض إيه؟ نسيت مفاتيح عربيتي فوق عاجبك كده؟ انت بتستهبلي؟ ايه؟ تعالي 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 اقعدي عندي في العربيه لحد ما اطلع اجيب لك مفاتيحك من فوق. فين ام مفتاح انا اهو. يلا 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 بسرعه. مالك متلوخ كده ليه؟ بالراحه. عشان الحفله عشان الحفله. ايوه صح نورتي العربيه. حط الحاجه بتاعتي دي جنب في اي حته. ماشي خدي ادي مفتاح عربيتي عشان التكييف او الحر. ماشي يلا طول على طول. دكتور فيكتور انا لا مسكر اشرح. ابو زياد ابو زياد طبيب قلبي. دكتور فيكتور كيفك انت بقى ابراهيم؟ ان شاء الله دكتور. منين حتى في مصر يا ابراهيم؟ من الجيزه حضرتك. من الجيزه؟ منين حتى في الجيزه؟ من شارع البحر الاعظم ولا من العمرانيه ولا الطلبيه ولا الله حسن الله محمد الله. ولا فيصل؟ انت عارف البلد كلها. انت جيشك كان في مصر ولا يا دكتور؟ دمك خفيف يا الله يحفظك. قول لي انت لو جدع بقى هتستحمل الشغل معايا؟ والله هي مش مساله جدعانه حضرتك بس انا قبل ما اجي لك شفت الويل. بعدين هنروح بعيد ليه؟ ابو زياد اهو ده الشغل معاه طلع عين اهل يا ولد. الشغل معاه صعب يعني. انا مش قصدي يا ابراهيم انا ما بصدق اشوف واحد من مصر اقعد اتكلم معاه عن مصر واعرف اخبار مصر. وانت بقى لو جدع انا مش هبطل كلام معاك عن مصر. خلاص لا لو كده اتكلم زي ما انت عايز 24 ساعه انا معاك يا دكتور. ليش يا ترقيله اتحى حيدر فتح زور معاك راجع الاخ ليش عماله مخنوق كده زعلان من حالي اصله اخو مراتي عشان كده. لازم تفهمي ان سمعه الناس مش لعبه وانت صغيره قوي ما انتش قد اللعب مع رشد بهلال. كان لازم وانت بتقولي الكلام ده يصعب عليكي حال الناس اللي هيتوقف حالها بسبب تهورك. لا 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 لو سمحت انت فاهمني غلط خالص. وبعدين كان انتوا عندكم رجالتكم واحنا كمان لينا ناسنا وممكن نزرعهم في قلب مكتبه كمان ونعرف عنه كل حاجه واللي عايزين نوصله هنعرف نوصله سهل جدا علينا على اذنك. انا رحت جنينه حيوانات زلاليمو شفت زلومه. معلش عايز فلوس اورنج. مساء الخير مساء الخير لا مؤاخذة يا أخ. اتفضل يا فندم. أنا ازاي دي؟ لا هذه أشياء مش للمس. إيه ده؟ أنت إيه؟ إيديكي عرقانة دهب؟ دي مش للمسات. دي اديتها لي واحدة من اللي هي بتاعت اللو واحدة ساحرة
اوه قالت لي دي فيها ساعه حظك، دي من غيرها انت فرد جزمه. عارفه جزمات؟ جزمات. انا عايزه زي دي يا وليه. ما قلنا ما ينفعش، ما ينفعش دي، قلنا دي معموله لبوشكاش محو. انت في حاجه حضرتك يا كابتن؟ انت في حاجه عايزها مني؟ اتفضل يا خواجه، التمثال تمن البضاعه. وعمولتك؟ عمولتك تاخدها من الراجل بتاعك لما يبيع التمثال. بس تمن البضاعه شيء وعمولتي شيء تاني. والله بقى دي العمولة اللي طالعة من ذمتي، وأنا ما يتلويش دراعي. أنت سامع ولا لأ؟ وعشان تبقى عارف دي نفس الطريقة اللي هدفع بيها الصفقة اللي جاية، ولو ما كانش عاجبك هغيرك أنت والراجل بتاعك كمان. لا إذا كان الكلام بالشكل ده بقى أنا هخليك تبطل شغل في سينا خالص، وهخليك كمان ما تقدرش تبيع البضاعة اللي أنت اشتريتها هنا في بلدك. لو سمحت هات لي كيس بلاستيك عشان عايز ارجع من اللي هو ابو 25 قرش، عارفه الشنطه. فندم ده مكان محترم. يعني ايه مكان محترم؟ مكان لابس كرافات يعني؟ انت قليل الادب، قليل الادب وعايز تتضرب. لو سمحت، لو سمحت. ايوه لو سمحت. أيوة. ممكن تولع لي لو سمحت؟ نعم ولع لي. شكرا. لا معايا ولا مش عايز. شكرا. كابو عربي. السلسلة! 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 يا خرب بيتك يا ناس! كان عندها حق نوال لما قالت لي ما تخرجش، كان قلبها حاسس. نوال مين حضرتك؟ نوال مين حضرتك يعني؟ مش عارف نوال مين يا نوال، ما اعرفش. شكلك يا ابنهم يالا، شكلك من بتوع مامي وبابي. امك شكلها جايبه لك العربيه دي عشان تدفعش خربي وانت بصحابك. سيدك يا 500 جنيه. 500 جنيه بتوع ايه يا حبيبي؟ نصر الله بيهم العربيه. بص شكل انا بروح على حبيب ديده عليك، لانك انت شكلك اساسا عايز تتضرب، وانا دلوقتي فاضي. انت كويس يا بابا؟ كويس. مفيش غير الحكومة تجيب لي حقي منك يالا. أنا اللي هجيب السلسلة وهفرجك نفسك أنت واللي معاك دول. سلسلة؟ أنا فاهم الحركات دي كويس يالا، أنا بقى هوريك. أبويا 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 يا عم 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 يا ع